السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنور، حبيبي الغالي يا أخي دكتور إياس، إن شاء الله بخير يا أخي أنت وأولادك. الحمد لله كويسين والله. الليلة متوقعين فول هاوس، يعني الناس كلها سجلت دي تحضر. كويس، عندك اس ماشين ونازلين كويس 14. في ناس أنت عارف كان بيحاولوا يخشوا الجلسة بتاعت زوم، يعني وقت ما ارسلنا لهم الايميل يقول لك يا اخي زوم ما شغال معي، يعني ما عارفين انه الجلسه بتبدا، يعني بتكون فاتحه ممكن تخشها لما نيجي وقتها. صحيح. اي فدي عملت لنا كونفيوجن، يعني كميه بتاعت رسائل انا ما قادر اخش، انا ما اقدر. بتستغرب يا ربي في بي ان، يا ربي ما عارف شنو. اخوانا لسه الجلسه ما بدت، فممكن الناس تسلم على بعض كده، تعرف على بعض، انتوا قاعدين وين الى اخره. برضه كويس، يعني واحده من الحاجات المهمه. أنا ببدأ بعد 5 دقائق إن شاء الله، يعني 11 و5 ببدأ إن شاء الله. تمام شباب، انا قاعد في الدوحه قطر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا يا محمد. أهلا عليكم السلام. دكتور أنور، دكتور إياس، مشكورين كثير على جهدكم، مقدر والله، يعني حاجة ما سهلة، كتر خيركم كثير، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. الله محمد يبارك عبد الله من نجران السعودية، بارك الله فيك. ماجستير اقتصاد وطالب دكتوراه في الاقتصاد، إن قطعت شوط قربت إن شاء الله هانت يعني. ما شاء الله، ربنا يوفقك. ما شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله، تسلم. أنا ابتسام سعيد من السعودية، جامعة السلطان بن عبد العزيز، وماجستير. السلام عليكم. بكالوريوس وماجستير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وبعمل بي اتش دي الآن. ما شاء الله، تخصص شنو ابتسام؟ كمبيوتر ساينس. ما شاء الله، تبيت أنا. حبيت.
يلا شباب سريع كده الناس تعرف نفسها سريع كده بس. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد أسامة. أهلا محمد. شكر لكم جدا يا دكتور للفرصة دي وكتر خيرك وإن شاء الله تكون زي بقوله فرصة نستفيد منها كلنا والله يديك العافية محمد أسامة. شكرا لك شكرا لك كثير محمد. السلام اهلا ابراهيم. السلام عليكم. السلام. شاكر لكم كثير لهذه الدوره بجد والله مفيده شديد جدا وان شاء الله حنستفيد. شكرا لك كثير ابراهيم. السلام عليكم. ابتهال عبد الله محمدين من السودان. ابتهال ابتهال عبد الله يا مرحب من السودان. الزول اخوانا الزول باحث استاذ جامعي مدير ورونا برضو دي مهمه ثورجي. هاي ثورجي كبير. طيب للمرة الثانية أنا إبراهيم حماد أبو كريم. أيوة. محاضر في جامعة شرق كردفان. الآن شغال دكتوراه في الإسكندرية مصر. ما شاء الله. ما شاء الله. إسكندرية جامعة إسكندرية. نعم في جامعة الإسكندرية الآن. أنا طبعا خريج الأكاديمية البحرية في أبو قير. يا سلام ما شاء الله يا دكتور. خريج الأكاديمية. أنا في جامعة الإسكندرية. ان شاء الله ما شاء الله جامعه تخصص الجامعات يا تو اريا. انا في كليه طبابات تخصصيه طبابات. ما شاء الله ما شاء الله يتناسى العلم ده ما شاء الله. الله معانا فضاحه يا انور. طيب انا هعمل الاستريمنج اسي في فيسبوك. عليكم السلام اهلا تفضل. معكم زكي النور دكتوره زكي النور. في الجزيرة في السودان في جامعة الجزيرة وهنا في جامعة الملك فيصل. أستاذ مشارك في الإعلام. ما شاء الله ما شاء الله. شرفنا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. ندى مصطفى عبد الله. أنا ماجستير في هندسة الاتصالات. حاليا آخر وظيفة كنت باحث في جامعة تكساس إن إم. حاليا ربة منزل وبفتش لطريقة الدكتورة بعمل بريفرش كده بالكورساتكم المفيدة دي لغاية ما ربنا يفرجها. مشكورة على المبادرة. مشكورة على المبادرة. الله شرف الله مقدارك. مشكورة في عالسلامة. الله يسلم. طيب انا هبدا ان شاء الله. طيب دقائق بس يا دكتور. طيب عشان ما ياخذنا من الوقت زي امبارح. ايوه حد اسي الصوت كويس وان شاء الله الامور هتمشي كويس. احنا ما عندنا غير كده يعني ما امكانياتنا كده بس حد هنا. انا اسمع معقوله. ايوه ان شاء الله. انا بس كل زول المايك بتاعه عامله ميوت. لو محتاج تتكلم افتحه يعني احنا ما هنوقف زول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم الثاني دوره التحليل الاحصائي مع دكتور اياس يحفر. مشكورا لكل الحضور هنا. تفضل يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
نكمل ما انقطع من الحديث أمس إن شاء الله. كنا وقفنا في مراحل التحليل الإحصائي. نعمل شير بعد شوية للشاشة إن شاء الله. طيب زي ما ذكرتكم امبارح ذكرنا لكم انه بالنسبه للباحث اي باحث عشان يعمل البحث بتاعه محتاج طبعا للعمليه بتاع تحليل بياناته عشان يستخلص النتائج بتاعه البحث ويكون كده بحثه اكتمل. الاهم ثلاثه عناصر او ثلاثه اعمده يعتمد على اي تحليل بيانات في اي بحث هي ثلاثه اعمده الموجوده قدامنا او ثلاثه قطاعات قدامنا الموجوده دي. فاي باحث مفروض يشوف نفسه هو محتاج لتطوير مهاره في اي مكان، يعني هل محتاج لموضوع المتعلق بالبيانات ولا الاختبارات الاحصائيه ولا الاستخدام التكنيكال لبرنامج الحاسوب بتاعه. طيب نحن امس كنا تكلمنا عن الدوائر دي القطاعات الثلاثة دي ودخلنا في مرحلة اللي هي المراحل الستة المهمة في عملية التحليل الإحصائي، وكنا طبعا استعرضناها بشكل عام اللي هي ستة مراحل دي وقمنا عشان هعمل الكاميرا حكبيرة عشان مش هتكون صح. طيب قمنا تكلمنا عن المراحل الست دي تقريبا ووقفنا في مرحلة التقدير المرحلة estimation process وورينا انه مرحلة التقدير دي مهمة جدا هي بعتمد على علم الإحصاء نفسه. طيب جينا في مرحلة التقدير حمر عليها سريع برضو نجيب فيها ونشوف الحياة اللي احنا مبارح تكلمنا عنها. في مرحلة التقدير اي بحث طبعا الهدف من البحث دائما بيكون فيه عملية التقدير اللي هي عملية حساب لحاجة اسمها استاتيستيك اللي هو الإحصائية اللي هي النتيجة الإحصائية اللي أنا بطلعها من البيانات. ودفنت لي طبعا النتيجة الإحصائية دي هي بتبحث عن القيمة الفعلية للمجتمع، القيمة الحقيقية الموجودة في المجتمع. طبعا قيمة المجتمع بتكون unknown، يعني بيقول الإحصائيين دائما بتكون unknown، هي population parameter دي بتكون النون غير معلومة، ولكن الباحث من خلال بياناته اللي هي بتحصل عليها بطرق معينة بيحسب إحصائية معينة. هذه الإحصائية تشابه إلى قدر ما قيمة البوبوليشن باراميتر، فكل ما كانت الإحصائية دي أقرب إلى البوبوليشن باراميتر كل ما كانت نتائج البحث دقيقة. طبعا أي باحث بيسعى لهذا الهدف إن يكون نتائجه دقيقة وفيها مصداقية وجودة، وبالتالي يصبح الفاكتور بتاعنا الأساسي في هذه العملية هو بسموه margin of error اللي هو هامش الخطأ أو مسافة الخطأ الموجودة في الإحصائية. وبالتالي وصلنا لنتيجة من خلال هذا التفسير إنه أي إحصائية بيتم تقديرها في من اي بيانات لابد ان يكون عندها margin of error. اي احصائيه بيكون عندها margin of error، اي احصائيه غير متوفر لها margin of error
هذه الإحصائية لن تعتمد، هذه الإحصائية لن تعتمد، وبالتالي إذا كانت مجموعة إحصائيات اللي هي نتائج البحث في هذه الحالة لا تعتمد أيضا. طيب في بعض الأبحاث التجريبية، في بعض الأبحاث التجريبية يعني مثلا لو أنا عايز أعمل تجربة معينة مثلا في موضوع التدخين نفسه، أثبتت إنه والله مثلا معدلات التدخين للطلاب دي مرتفعة في المدرسة أو في الجامعة، مثلا نسبة الطلاب المدخنين كانوا 80% مثلا، ووصلت لهذه النتيجة وكانت النتيجة طبعا تعني إنه في مشكلة بتاعت سلوك سيء نحن مفروض نغيره في هذا المجتمع، بالتالي أنت في مجالك بتقوم تعمل بحيث اسمها برنامج تريني بروجرام، أو تعمل برنامج توعوي عشان تحاول تقلل من هذا السلوك السيء، فتقوم تعمل برنامج. هذا البرنامج نحن نسميه في 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 الاستاتيك الانترفينشن، انترفينشن بروجرام، اللي هو عملية انك تدخل فاكتور معين، هذا الفاكتور او هذا العامل يحاول ان يزيد من المسافة بين السلوك السابق والسلوك الحالي. طيب وبالتالي كل ما كان البرنامج بتاعك ناجح كل ما كانت المسافة دي ابعد، المسافة بين الاس والبي كل ما كانت ابعد، ولا ما كده يا اخوانا؟ صح. يعني بمعنى اذا كان البوبوليشن بارامتر بتاعي التدخين فيه 80% من الطلاب، انا عايز الاس تكون ابعد من البي، يبقى معناها الفكره بتاعتي عكس الفكره السابقه، يعني الفكره الطبيعيه اللي هو الديفيشن الموجود المفروض يكون قليل بين الاس والبي، ده في الاستيميشن. اما في الانترفينشن فانا بكون عايز الديفيشن بين الاس والبي تكون بعيده، كل ما كانت بعيده كل ما كان البرنامج بتاعي ناجح. طيب الان هو في عندي معناها هنا في مسافتين موجودات، طيب كيف اميز بين المسافه الاولى والثانيه؟ اميز بين المسافه الاولى والثانيه كالاتي: في المسافه الاولى انا بكون الهدف بتاعي انه الاس تكون اقرب للبي، يعني الاستيميشن بتاعي يكون اكيوريت، يكون بريسايز، يكون المارجن اوف ايرور فيري سمول، فيري مينيمايز. في الحاله الثانيه الاس والبي، في الحاله الثانيه بالانترفينشن بروجرام بيكون انا محتاج انه الاس والبي يكون ابعد ما يمكن، واللي هنا الديفيشن بيكون باي فاكتور، معناها الفاكتور بتاعي هنا هو معناها مؤثر في في وجود التباين بين القيمتين، وبالتالي البرنامج بتاعي يكون ناجح هنا والنتائج بتاعتي بتوصي بالاهتمام بهذا البرنامج. طيب عشان انا دائما طالما عندي مسافتين بين الاس والبي، عشان المسافه الفعليه بتاعتي بتاعت البرنامج حقي تكون واضحه، لابد المسافه بين الاس والبي في الاستيميشن تكون قليله، عشان الفيجن بتاعتي للبرنامج اللي انا مستخدمه يكون الاثر بتاعه واضح، عشان ما يحصل تشويش. يعني بمعنى اذا كانت المسافه بين الاس والبي في الاستيميشن بروسيس كبيره كويس، والمسافة بين الاس والبي في التريننج بروجرام او في الانترفينشن بروجرام بتاعي برضو كبيرة، المسافة الثانية بتاعت الفاكتورز دي او الديفيجن باي فاكتور ما حتظهر لي. ليه؟ لانه الاستيميشن بروسيس ما تعمل بطريقة صحيحة، وبالتالي الفيجن بتاعت تطبيق البرنامج ما حتكون واضحة، التأثير بتاع الفاكتور ما حيكون واضح بشكل واضح، يعني الفيزيبيليتي بتاعتي هنا ما حتكون واضحه او النتائج ما حتكون واضحه، وبالتالي معناها المفروض انا بقدر الامكان اقلل المسافه بين الاس والبي او اعمل مينيمايزنج للمارجن اوف ايرور عشان الفيجن بتاعتي في كل الاحوال اذا انا عايز اخذ الاحصائيه بشكل مطلق تكون احصائيه دقيقه، او لو عايز اعمل تريننج بروجرام يتاكد من انه البرنامج بتاعي ده او الانترفينشن انا عملته ده كان فعلا مؤثر في المسافه بين الاس والبي. طبعا الحاجات دي برضو في العلوم الطبيه كثيره،
بالذات الانترفيشن بروجرامز دي في علوم الطبيه كثيره. يعني مثلا انا اكون عندي دواء معين عايز استخدمه, او في علوم النباتيه برضه يكون عندي دواء معين او علاج معين, او عندي سماد معين عايز استخدمه عشان اشوف مثلا تاثيره على الواقع. فبعمل انترفيشن بروجرام وبعمل ديفرنس تيست اشوف الديفيشن بين الاس والبي, واشوف التاثير بتاع الفاكتورز بتاعتي اللي انا عملتها في التجربه. طيب تاثير الفاكتورز والتجربه الحياه دي خلاها قدام شويه. الان نركز في الجانب الفلسفي ده المتعلق بعمليه الاستيميشن بروسيس. نركز في انه كيف نحن ممكن نقلل هامش الخطا. كل ما كان هامش الخطا قليل, كل ما كانت احصائيتي دقيقه, كل ما كان الفيجن بتاعتي في اكتشاف الفاكتورز المؤثره دي تكون واضحه. الفيجن بتكون واضحه لانه المسافه او الايرور هنا قليل. طيب كيف انا اقلل الايرور؟ امبارح وقفنا في الحته دي, عايزين نشوف كيف نحن ممكن نقلل الايرور. طيب الاحصائيين بيقول لك المارجن اوف ايرور, ممكن المارجن اوف ايرور عنده معادله معينه اللي هي ممكن المعادله واحده والمعادله اثنين, هنفسرهم مع بعض عشان نشوف الفاكتورز بيهايند المارجن اوف ايرور. نحن الان هدفنا نعمل مينيمايزنج للمارجن اوف ايرور, هدفنا نقلل المارجن اوف ايرور في اي عمليه بتاع تقدير بحثي اقل ما يمكن. طيب هنا الدي او الدي اللي هو المارجن اوف ايرور بيساوي لنا في معادله رياضيه, طبعا المنطق الرياضي بيسهل على الفهم بتاع الناس, وبنفس الوقت بيحدد لنا الفاكتورز اللي احنا ممكن نتحكم فيها كويس ونقدر ناثر على المارجن اوف ايرور. طيب هنا عندك الزد اور تي, الزد الكونفيدنس ليفل او الليفل اوف كونفيدنس, دي قيم ثابته هنيجي نشوفها ليتر اون في الجزء الثاني من الكورس. عندنا حاجه اسمها الاس اي اللي هو الستاندرد ايرور, الخطا المعياري. فمن المعادلة واحد بنصل للنتيجة إنه المارجن اوف ايرور بنقيسه عن طريق الستاندرد ايرور. يعني الستاندرد ايرور في أي إحصائية في أي ريبورت إحصائي بتلقاه هو عبارة عن مارجن اوف ايرور للاستاتستيك أو للإحصائية اللي أنت عملتها دي. بالتالي أي إحصائية لازم يكون عندها ستاندرد ايرور. إذا الستاندرد هو عبارة عن الميجرمنت بتاع شنو؟ بتاع المارجن اوف ايرور. طيب بس عرفنا كيف نقيس المارجن اوف ايرور, بنقيسه بالستاندرد ايرور. طيب المعادله 2 الحد الاول فيها نفس الحد اللي هو الكونفيدنس ليفل نجي نشرحه ليتر اون. طبعا ده اصلا قيمته ثابته, هو قيمه ثابته مضروب في سيجما اوفر سكوير روت اوف ان, اللي سيجما اللي هو الانحراف المعياري كويس مقسوم على سكوير روت اوف ان. طبعا ده كله عباره عن الستاندرد ايرور. يعني الستاندرد ايرور هنا الاس اي لما نجي افكه حيرجع عباره عن سيجما اللي هو الانحراف المعياري مقسوم على جذر ان. طيب ممكن من المعادله دي نقول انه المارجن اوف ايرور هامش الخطا يرتبط طرديا مع السيجما او الستاندرد ديفيجن او الانحراف المعياري. طيب الانحراف المعياري دي عباره عن شنو هو؟ انحراف معياري لشنو؟ ممكن يكون انحراف معياري لمعدلات التدخين بين الطلاب كويس, وممكن يكون انحراف معياري لاعمار الطلاب ديل, وممكن يكون انحراف معياري لمستويات التحصيل العلمي للطلاب وهكذا. طيب هو الانحراف المعياري بيقيس لنا شنو؟ يعني السؤال الان بيطرح نفسه ليكم انتم. طبعا الحاجات دي الستاندرد ديفيجن ده من الكونسبت المهمه في الاستاتستيك, مهم جدا. طيب الستاندرد ديفيجن ده او سيجما يعني نقول له سيجما بتقيس لنا شنو؟ يعني الانحراف المعياري بيقيس شنو؟ يعني بالنسبه لكم انتم من خلال تجربتكم مر عليكم طبعا الانحراف المعياري بيقيس لك شنو يعني مثلا؟ طبعا هو هنا بيتناسب طرديا مع المارجن اوف ايرور. بيقيس قدر شنو القيم related للمين بتاع الداتا؟ كويس
يعني بيقيس قدر شنو القيم اللي قريبة للمتوسط، صح؟ وثاني اسمع منكم يا اخوان عشان انا اصحح مفاهيم كثيرة متعلقة بالستاتستيك، وحاجات مهمة شديد يعني تلاقي الناس كثير. افتكروا الستاندرد ديفيشن هنا او سيجما او الستاندرد ايرور او الستاندرد ديفيشن حرف المعياري بيقيس لنا شنو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يلا زي ما قالت أختنا هو بيقيس لي انحراف القيم عن وسطها الحسابي، فإذا كانت البيانات متقاربة من بعض يعني الاختلاف بين البيانات في نفسها ما كبير فقيمته بتكون صغيرة جدا، إذا كانت البيانات متباعدة من بعض فقيمته بتكون كبيرة. صحيح ممتاز صح. وطبعا طيب. هو دائما بوزيتيف مستحيل يكون إنه هو نيجاتيف. السلام عليك ليه؟ لأنه هو عبارة عن التربيع بتاع الانحراف القيم عن وسط الحساب. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نسمع تاني ونديكم خلاص الخلاصة. سو عنده وجهة نظر تانية؟ طيب دكتور معلش. أي فضلي. أنا ما متخصصة لكن يعني حضرت كورسات فكده في حاجات في راسي فما عارفة كان ولا لا، لكن مش هو بيختلف إذا كان يعني ما دائما بيكون مين، ممكن يكون مين أو ميديان ديبنت على إنه هو ديفرنس ولا بروبورشن صح؟ أيوة كويس حلو ممتاز. طيب بس الحتة دي حقولها وبعدين حدي فرصة تانية للناس يتكلموا. هو الستاندرد ديفيشن هو مقياس كويس هنا بالذات للمين تمام؟ في الميديان عنده ستاندرد ديفيشن كويس؟ الميديان عنده ستاندرد ديفيشن كويس اللي هو بيسموه الانحراف الربيعي، لكن تمام يعني الانحراف الربيعي في 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 الميديان هو عباره عن انحراف معياري للميديان تمام. طبعا الفرق شنو هنا؟ الفرق في انه المين اللي هو المقياس بتاعه مقياس الانحراف في قيمه هو الانحراف المعياري، لانه المين عبارة عن مؤشر متوسط لمتغيرات كمية. الميديان هو المتغير كمي صح، لكن دي حاجات اسمها ديسكريت في المتغيرات الكمية. كان كده الميديان دائما بيقسم البيانات فيه لربيعيات، يعني ربع أول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع وكده تمام. فبالتالي الستاندرد ديفيشن بتاع الميديان هو انحراف ربيعي كويس، يعني ما هو نفسه الانحراف المعياري للمتوسط. يبقى الانحراف المعياري للمتوسط صح بيقيس الانحرافات في القيم مقارنة بالمتوسط، والانحراف الربيعي بيقيس الانحرافات في القيم مقارنة بالوسيط الميديان الوسيط. طيب نقطة مهمة جدا والله أنا أول مرة أقولها في كورس، لأنه فعلا المشاركة كانت نبهتنا لحاجة. طيب في ملاحظة ثانية بالنسبة للانحراف المعياري؟ طيب قلت في علاقة بين الانحراف المعياري والدي تمام خلاص نجي خلاص أوكي. طيب نحن هنا قلنا الانحراف المعياري بيقيس لنا، انا عايزكم هذا الكونسبت بتاعنا بيقيس لنا حاجه اسمها variability، ده statistical concept حاجه اسمها variability. variability within values يعني بيقيس لنا الانحراف في القيم بتاعت البيانات، ده شنو الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري. بمعنى يعني إذا كانت القيم بتاعتي متشتتة أو متباعدة أو في تباين فيها شديد معناها هنا انحراف المعيار بتاعي هيكون عالي، وكل ما كانت القيم زي ما قالت كبيرة الدكتورة كل ما كانت القيم دي متقاربة أو متجانسة مع بعض كل ما كان انحراف المعيار بتاعي بيكون صغير قليل. الانحراف المعياري ده مهم جدا في الاستاتستيك، مهم جدا في اي حاجه في الجوده، مهم جدا في الانتاج في الايفالويشن بتاع الداتا حتى ناس الكمبيوتر. عندكم حاجه اسمها داتا فلو
في حاجات مهم جدا الانحراف المعياري. طيب طيب اديكم مثال بسيط جدا لاهميه الانحراف المعياري. يعني مثلا كان في منطقه الجزائر في زمان بيزرعوا حاجه اسمها جوار. الجوار ده محصول بديل للسمر، يعني في نفس خصائص السمر العربي. فكان طبعا هو المنتج امريكي ما سوداني، فجابوه طبقوه في السودان، فقاموا طبعا تزرع المحصول بتاعك، بتقوم تجي تحصده كيف؟ بتجيب الحاصده كويس وبتوزن السكينه في الحاصده، في سكينه كده بتقطع القصبه، هو طبعا عباره عن قصبه كده كويس. فلما جاءوا الحاصده بعد زرعوا كميه معينه كم ابدنا، الحاصده لما جاءت تقطع قطعت تقريبا 50% المحصول، وال 50% الثانيه الحاصده دهسته تحت الارض، يعني اصبحت الحاصده ما تقدر تحصده خلاص، يعني المشروع بقى اصبح فاشل، كلفهم قروش كثيره جدا. فجاء واحد قال لهم يا اخوان انتم الانحراف المعياري بتاع طول القصبه كم؟ شفتوا كده؟ طول القصبه اللي في نهايتها في السمره. قال لهم والله الانحراف المعياري ده ما حسبناه. قال لهم خلاص اخذوا لي عينه وشوفوا لي طول القصبه كم، او الانحراف المعياري كم، مش المتوسط. طبعا متوسط القصبه ممكن يكون، مش المتوسط بتاع طول القصبه 15 سنتي كويس، لكن الانحراف المعياري 10 سنتي. طيب لو كان المتوسط 10 15 والانحراف المعياري 10، معناها الفرق بين كل قصبه والثانيه في المتوسط ده الانحراف المعياري كده. في المتوسط الفرق بين طول قصبه والثانيه 10 سنتيمترات. بالتالي انت معناها لما تجي لقصبه معينه محتاج تنزل السكين 10 سنتي، وتمشي للقصبه اللي بعدها تحتاج ترفع السكين 10 سنتي. ده الانحراف المعياري. طبعا كده مثلا ما عمليه مش كده؟ لما لقوا انه مثلا طول القصب او الانحراف المعياري في طول القصب مرتفع، وصلوا لنتيجة انه في هاي فاريابيليتي، شوف هاي فاريابيليتي في طول القصب ده، وبالتالي طول القصب ماله هيتروجينيوس. ده كونسيبت ستاتستيكال كونسيبت، ها؟ في هيتروجينيتي في طول القصب، في هيتروجينيتي عدم تجانس. مفروض طبعا طول القصب هنا عشان الحاصدة تقطع القصب ده بطريقة سموث، وفي نفس الوقت تكون efficient وهايلي coefficient، يعني هايلي sufficient، يكون الانحراف المعياري أصغر ما يمكن، يعني يكون فيه homogeneous في الداتا بتاعتنا، يعني الداتا تكون فيها homogeneity. طيب في فرق بين الهوموجينيوس والهيتروجينيوس. الهوموجينيوس يعني البيانات حقتي متجانسة، والهيتروجينيوس معناها بياناتي غير متجانسة. هيتروجينيتي هوموجينيتي. طيب فقاموا عملوا في التجربة الثانية، قاموا عملوا حاجة اسمها في الهندسة الوراثية كده، جابوا البذرة دي ودخلوا عليها مواد معينة بحيث انها تديهم سمات متجانسة لي البذره، وبالتالي القصبه بعدين طول يكون شنو؟ ديفيجن فيه ما عالي. فعملوا الاختبار ده وزرعوا النبته الثانيه بعد الانترفينشن عملوا، وقام جاوا من انحراف المعياري طول القصبه 3 سنتي. تمام؟ وبالتالي هنا بيجي فيه هوموجينيتي في شنو؟ في طول القصبه، وبالتالي الحاصده ممكن بمسحه واحده ممكن تحصد المحصول وما تلاقيهم نفس المشكله السابقه. اذا الانحراف المعياري هو كان هي المقياس بتاعهم الحل لهم المشكله. واضح؟ اذا الانحراف المعياري هنا بيقيس لنا الهوموجينيتي والهيتروجينيتي في الداتا بتاعتنا، وبالتالي كل ما كان اللي هو بيقيس الفاريابيليتي، يعني بيقيس الفاريابيليتي، وبالتالي كل ما كان الفاريابيليتي بتاعتنا هاي، كل ما كان المارجن اوف ايرور هاي اللي هو الدي، ما تنسوا دي، ها؟ كل ما كان الستاندرد ديفيشن بتاعنا هاي، كل ما كان المارجن اوف ايرور هاي. يبقى في هاي فاريابيليتي مينز هاي مارجن اوف ايرور. تمام؟ بمعنى اذا انت في نتائجك الاحصائيه وجدت عندك هاي ستاندرد ايرور،
عندك high margin of error that should be شنو related by شنو by variability. يكون عندك high variability في شنو في الداتا بتاعتك أو في population طبعا داتا أو في population أو في sample اللي أنت أخذتها من population. طيب ده الفاكتور الأول. إذا مفروض نحنا إذا كان عندنا high variability مفروض في population مفروض نعمل minimizing لل variability في population. كيف نعمل minimizing لل variability في population؟ يعني مثلا بالنسبة للطلاب يعني مثلا أنا عندي classes مثلا للخريجين عندهم معدل تدخين مرتفع والطلاب في سنة أولى معدل التدخين عندهم منخفض أو منعدم تقريبا كويس. وكل ما أنا مشيت للصفوف العليا كل ما كان معدل التدخين مرتفع جدا معناها هنا عندي تقريبا high variability في شنو في معدل التدخين واضح في high variability في معدل التدخين لأنه العينة بتاعتي ممكن لما نجي أخذها يطلع لي أغلب الطلاب مثلا من شنو من المستويات المتقدمة هتقوم تصل لي النتائج بعدين شنو إنه في هاي smoking behavior صح تصل لي سلوك التدخين هنا مرتفع لأنه العينة بتاعتي بالصدفة وقعت مع شنو مع الناس أو الطلاب في المستويات العليا. طيب لما يكون عندي high variability في population تفتكروا كيف أعالجه؟ أنا ممكن أنقصه طبعاً ممكن أنقص الـ variability ده في الـ population بتاعي عشان ما يظهر لي بعدين وين في السامبل حقه دي تفتكروا كيف أو نخليها later on ما في مشكلة الآن نحن دارين نصل لنقطة معينة إنه الـ high variability means high margin of error low variability low margin of error وكيف نحن بنقيس الـ variability بنقيسها بالحراف المعياري بنقيسها بالحراف المعياري. طيب هنجي للفاكتور الثاني اللي بيأثر في المارجن اوف ايرور لانه هدفنا احنا تو مينيمايز المارجن اوف ايرور. الفاكتور الثاني هو سامبل سايز. سامبل شنو سايز هو ان حجم العينه وده طبعا معروف بالنسبه للناس في العرف الاحصائي يقول لك دائما والله انت جيدي ما عارف انا فيها مشكله او ما متاكد منها يقوم يقول لك دائما شنو زيد شنو السامبل سايز يقول لك زيد حجم العينه يقول لك كبر عينتك. إذا معناها في علاقة عكسية بين المارجن اوف ايرور اللي هي الدقة في النتائج تأتي والسامبل سايز. يبقى هنا في المقام لو لاحظوا هنا في علامة اسمه في المقام هنا في السامبل سايز وبالتالي increasing of sample size mean decreasing of margin of error the vice versa. كل ما كان حجم العينة قليل جدا كويس كل ما كان المارجن اوف ايرور عالي. عشان كده انت مهم جدا بالنسبه لك انه تسلكت ريكوير سامبل سايز يعني لازم تكون السامبل سايز دي بالحد المطلوب او بالحد ما يحتاج لك انك تزيد حجم العينه اكثر ما يمكن يكلفك فلوس ولا يكون حجم العينه قليل جدا بحيث انه يعمل لك خلل في النتائج حقتك. تالي حجم العينة يجب أن يكون مناسب يسموه required sample size أو حجم العينة المطلوب. حنجي نشوف التقنية بتاعته كيف نحن هنشوف في الشرائح الجاية كيف نحدد حجم العينة المطلوب المناسب اللي هو يدينا minimum margin of error as يعني يدينا أصغر خطأ أو يسموه margin of error خطأ هامش خطأ ممكن في النتائج. طيب وصلنا للنتيجة إنه السامبل سايز يتناسب عكسيا مع margin of error والفاريابيليتي يتناسب طرديا مع margin of error. variability يتناسب طرديا مع margin of error. طيب إذا التو فاكتورز الاثنين العاملين الأساسيين بيحددوا لنا هامش الخطأ أو بيتحكم في هامش الخطأ كويس هو variability وسامبل سايز أو سامبل ديزاين. لأنه في جانب تاني موجود في السامبل سايز الجانب تاني مكمل للسامبل سايز يسموه سامبل ديزاين هو تايب اوف سامبل او نوع العينه اللي انا هتعامل معه. تمام ليست تو فاكتورز
تتحكم لي في شنو يا اخواني في المارجن اوف ايرور لحد هنا اوكي؟ اذا عنده سؤال لحد هنا دكتور معلش السامبل ديزاين هي ما نفسها السامبلينج ميثود سامبل ديزاين هي سامبلينج ميثود صح طبعا في حاجه اسمها سامبل او سامبلينج تكنيك والسامبل تكنيك ده فيه سامبل ديزاين كويس فيه سامبل ديزاين وفيه العمليه ذاتها بتاعت اختيار السامبل نفسها اختيار المفردات بتاعت السامبل كويس وفيه حجم العينه نفسه بتحدده انت حجم المفردات اللي هتاخدها من العينه دي كلها في السامبل تكنيك يعني كويس السامبل ديزاين فيه جانبين جانب متعلق ب اختيار تحديد نوع العينه هنشوفه بعد شويه واختيار حجم العينه او تحديد حجم العينه طيب هو نفسه اكسبيرمنت ديزاين جميل سؤال كويس اكسبيرمنتال ديزاين هو عباره عن وسيله كويس من وسائل اجراء التجارب الاحصائيه اكسبيرمنتال ديزاين عباره عن اداه او وسيله من وسائل اجراء التجارب الاحصائيه تمام والتجارب الاحصائيه فيها الكلام ده كله الكلام قلنا ده كله في التجارب الاحصائيه الاكسبيرمنتال ديزاين او تصميم التجارب الاحصائيه فيها الكلام ده كله يعني. لكن طبعا التكنيك بتاع الاكسبيرمنتال ديزاين يعني عنده تكنيكس كثيره جدا يعني الاكسبيرمنتال ديزاين نفسه فيه تكنيكس تختلف كل تكنيك بيختلف من الثاني على حسب فكرة بحثك انت وعلى حسب اهداف بحثك وحسب النتائج اللي عايز تصل لها. اكسبيرمنتال ديزاين ده اريا ثانيه ومتعلقه بالابحاث العلميه اللي بتستخدم الادوات الاحصائيه، طبعا احنا بنتكلم هنا عن الابحاث العلميه التجريبيه اللي هي العامه يعني. لكن اكسبيرمنتال ديزاين جزء منها ايضا. طيب اذا المارجن اوف ايرور قلنا بيتحكم فيه حاجتين سامبل ديزاين والفاريابيليتي اللي هو التباين حد الخطا او التباين المجتمع فاريابيليتي البوبوليشن فاريابيليتي ده بيتحكم في المارجن اوف ايرور ايوه طبعا انا هدفي كباحث انه يكون عندي شنو هدف بتاعي شنو مارجن اوف ايرور المارجن اوف ايرور ماله يكون لو ايوه غير يكون عندي لو مارجن اوف ايرور طبعا يعني مستحيل تكون مارجن اوف ايرور زيرو مش كده ممكن مارجن اوف ايرور تساوي زيرو لا لانه ما ممكن السامبل تكون نفس البوبوليشن ايكوال تو ذا بوبوليشن طالما انا عملت سامبلينج باي ديفينيشن باي ذا بوك مستحيل كويس الاحصائيه بتاعتي تحت السامبل تساوي بتاعت البوبوليشن طبعا في الحاله دي معناها المارجن اوف ايرور زيرو وده معنى ده مستحيل يعني في حاله واحده بس ممكن مارجن اوف ايرور تساوي زيرو تقدروا تعرفوها في حاله واحده بس المارجن اوف ايرور ممكن يساوي زيرو عندكم فكرة؟ سمعت بحاجة اسمها توتال سيرفي؟ دكتور زي السنسس يعني؟ ايوه زي السنسس مثلا؟ يا سلام عليك اكسلنت انت منو؟ سارية رائعة ممتازة انت قلت مصطلح مهم شديد سنسس اللي هو السنسس ده يا اخواننا والتوتال سيرفي يعني السيرفي انا بعمله يعني انا بمسك كل المجتمع حقي وبعمل له اعتبره هو البيانات حقتي يعني ما باخذ سامبلينج ما بعمل سامبلينج اللي هو زي في التعداد السكاني مثلا في التعداد السكاني انا بعمل تعداد سكاني ليه؟ لانه بكون عايز المارجن اوف ايرور بتاعي يساوي زيرو يعني النتائج بتاعتي بتاعت اللي جمعتها هنا تكون هي نفسها البي يعني اوجد قيمه البي لانه البي بالنسبه لي انه اكسلنت فعلا سنسس يكون فيه المارجن اوف ايرور زيرو هنا
طبعا لكن سبحان الله طبعا يعني المارجن اوف ايرور ده اديك فيك صوره صدقيه بس يعني برضو رغم كده حتى في السنسس المارجن اوف ايرور ما بيساوي زيرو، لازم يكون في ايرور لانه انت اساسا بتعمل في السنسس بتحصل متغيرات، من تخلص من السنسس الواقع حقك او البيانات حقتك تختلف عن الواقع الفعلي الان، مستحيل يعني المارجن اوف ايرور يساوي زيرو. ايوه فعلا دكتور لانه اي ثينك في السنسس بيكونوا محددين وقت بيجمعوا فيه يعني ايوه المواليد بعد كده والوفيات بعد كده، فاي تغيير ما بيكون انكلودد في السنسس. السنسس دي والله يعني ما شاء الله عليك من فطاحي لما عندي ان شاء الله على الحته برضه ده اضيف انا انه دي نقطه مهمه جدا بتاعت البرتاليتي ليت والفرتاليتي ليت، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه بتاعت الداتا كولكتر ذاتهم يعني دي تعتبر زي البيج داتا، والداتا كولكتر دي ممكن يكونوا ما مدربين بطريقه كافيه انهم يجمعوا يعني اكسلنت اكزامبلز، فهو حتى السنسوس بيكون فيه يعني هامش بتاع خطا، لكن الهامش الخطا بتاعه بيكون بيحاولوا يقللوا حتى في الدول الكبيره في العالم كل ما يعني بس بيكون هامش الخطا قليل شويه. صحيح فعلا في خطا ممكن يكون عن طريق جمع البيانات نفسها، ممكن يكون خطا يعني مش من طبيعه البيانات وانما عمليه جمع البيانات نفسها ممكن تكون فيها خطا، وده برضو بيولد مارجن اوف ايرور. طبعا في فرق بين في فرق يعني مارجن اوف ايرور، بس ما عاد تخش معاكم في مسائل عميقه شويه فلسفيه ومعقده. في فرق طبعا بين المارجن اوف ايرور نفسه، فيه نوعين يعني، فيه الخطا البشري ده برضو بيديك مارجن اوف ايرور بيقيسوا بحاجه اسمها ريلابيليتي، وفي المارجن اوف ايرور العادي حقنا ده متعامل معه ده كويس بنقيسه سوري الاول بنقيسه بالبايس حيث اسمها البايس سوري المان ميد ايرور ده بنقيسه بحيث اسمها البايس، والمارجن اوف ايرور اللي بيجي نتيجه للسامبلنج ايرور لطبيعه البيانات نفسها السامبلنج ايرور ده اللي هو بنسميه الكومن ايرور اللي هو بيقيسوه بحيث اسمها الريابيليتي كويس. فطبعا انت مفروض ديفينتلي في البايز هنا المفروض يكون عندك زيرو باي اني واي، لانه ده موضوع متعلق بالجوده يعني انت هنا اذا انت بتخطئ اصلا في 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 جمع البيانات وبتخطئ في 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 اسمه شنو ده في تنزيل البيانات حتى في على الحاسب بالآلي يعني حساب البرنامج كويس، وتجي بعد كده تزيد الطين بله بشنو بخطأ أصلاً ما تقدر تتحكم فيه، خطأ إلهي يعني خطأ موجود في الناموس الكوني يعني مش هو خطأ إلهي لكن خطأ موجود في الناموس الكوني يعني بطبيعة البيانات وموجود أصلاً الخطأ ده أنت ما تقدر تتحكم فيه اللي هو يسموه common error أي زول لازم يكون موجود عنده، فأنت بيبقى عندك بيزيد الخطأين، لذلك موضوع البايس ده لازم تحسمه اللي هو الموضوع بتاع الخطأ المان ميد إيرور الخطأ بطريقة الإنسان أو البشر المفروض نحن يعني نحسمه لازم يكون زيرو بأي نوع يعني أي الأحوال. نقطة برضو مهمة شكرا دكتور. طيب نيجي نشوف هنا قلنا المارجن اوف ايرور هدفنا انه يكون مينيمم اس از مينيمم اس عشان يكون عندنا احصائيات دقيقه عشان التقدير بتاعنا، لانه احنا في استيميشن السيوري بتاعت الاستاتستيك كلها قامت في الحته دي يا اخوانا، لانه قلنا لانه الاستيميشن بروسيس بتاعنا يكون بطريقه سليمه ويكون بريسايز يكون اكيوريت. ليه برضه كونسيبت بتاعت الاستاتستيك تكلم عن حاجه اسمها بريسيشن والاكيوريسي يكون لها موجوده في المارجن اوف ايرور. The minimum margin of error means accurate result, precise result, statistics, precise statistics. طيب عندنا قلنا تو فاكتور، الفاكتور اللي هو الاول هو الفاريابيليتي احنا قبل شويه تكلمنا عنه، وكنا عندنا قلنا لو كان عندنا تباين عالي في البيانات يعني بياناتنا دي فيها تباين مرتفع كويس عندنا هاي فاريابيليتي، كيف انا اقلل الفاريابيليتي؟ طبعا المفروض انا اقلل الفاريابيليتي عشان اقلل المارجن اوف ايرور. طيب تفتكروا كيف اقلل الفاريابيليتي؟ هنا عندنا برين ستورم من شويه كده. السلام عليكم. السلام. ممكن يعني اقسم السامبل نفسها يعني لجروبس، فكل جروب اخذ منه يعني عدد معين من السامبل. ممتاز ممتاز
ممتاز، فهمتوا كلامه؟ يعني نعمل كاتيجورايزنج لل يا سلام عليك، يا سلام عليك. الكاتيجورايزيشن دي انا دايره فعلا لانه عندي لها مصطلح احصائي علمي مرادف لها تماما، لكن طبعا هو المصطلح العلمي بيختلف مع يعني الكاتيجورايزيشن بيختلف عن حاجه اسمها استراتيفيكيشن. ده مصطلح احصائي مهم جدا جدا جدا، لو ان الحاجه اسمها استراتيفيكيشن دي هي نفسها الكاتيجورايزيشن اللي او الجروبينج تمام او الكلاسيفيكيشن تمام. لكن طبعا الاستراتيفيكيشن يختلف عن الكلاسيفيكيشن اللي انتوا تكلمتوا عنه ده، اللي هو يختلف في شنو؟ لما انا يكون عندي هاي فاريبيليتي في البوبوليشن، معناه المجتمع ده فيه نسبه التباين عاليه، عشان انا اقلل الفاريبيليتي بكون بقسمه لمجموعات زي ما قالت دكتوره. طيب لما نجي اقسم المجموعات بتاعتي هنا، التقسيم لازم كله مجموعه، يعني مو اقسم تقسيم بدون معايير، لا كل مجموعه يجب ان تكون متجانسه فيما بينها كويس. يعني مثلا انا بالنسبه للطلاب دي لقيت انه لقيت انه والله معدل التدخين عالي جدا في الفصول المتقدمه ومنعدمه في الفصول الدنيا. طيب معناها انا محتاج فعلا معناها الكلاسز دي باي ديفينيشن معناها اخذ الطلاب في الصفوف الدنيا اخذهم مع بعض كجروب، والطلاب في الصفوف العليا اخذهم مع بعض في جروب تمام. هنا بعمل حاجه اسمها السيرتيفيكيشن، يعني كانه بقسم كل مجموعه تكون متجانسه فيما بينها تمام. اما الكلاسيفيكيشن يختلف. كلاسيفيكيشن كيف؟ يعني مثلا الكلاسيفيكيشن انا اجي اقول والله الناس الساكنين مثلا منطقه دروشاب بيل اوزع لهم لحالهم، ده اسمه كلاسيفيكيشن. ومثلا الطلاب الساكنين منطقه الصافيه اقسم لهم كوتشنير لحالهم. يعني هنا عندي تقسيم بالنسبه للطلاب وفقا للاحياء مثلا كويس، لكن ما عندي معيار بتاع تجانس بيناتهم. هنا التجانس بتاعي حيكون شنو؟ تجانس مرتبط بشنو؟ بالمكان، لكن ما مرتبط بالتارجت اوف ذا فيريبل بتاع الريسيرش بتاعي. يعني التارجت فيريبل بتاعي في الريسيرش هو المفروض يكون المعيار اللي انا اقسم به المجموعات دي. العمليه اسمها السيرتيفيكيشن. اذا لو انا قسمت المجموعات حقتي وفقا للتجانس بتاع هذه المجموعات فيما بينها حول هذا المتغير، متغير الهدف بتاعي في البحث، هنا بعمل حاجه اسمها السيرتيفيكيشن. حتى بتجي منها بعدين واحده من انواع العينات بسموها عمليه السيرتيفيكيشن، بتجي منها حاجه اسمها سيرتيفايد سامبل. سيرتيفايد سامبل اللي هي دي تكنيك معين بيستخدموه الاحصائيين عشان يقللوا فيه الفاريابيليتي وفي نفس الوقت يحبشوا كمان السامبل ديزاين هنا. طيب اذا خلاص عمليه التقسيم المجتمع لطبقات متجانسه دي السيرتيفيكيشن ده مهم جدا المصطلح ده في الاحصاء. طيب وتصميم العينه فينا بيجي في حجم العينه، لازم حجم العينه يكون بطريقه صحيحه بطريقه سليمه، يكون بطريقه منهجيه علميه. انا حديكم نماذج هسه لمعادلات بريفرنس كيف احنا نحسب حجم العينه السليم كويس. يعني دي حته مهمه، حتى موضوع الريفرنس ده مهم شديد. يعني ممكن لو في وقت كده نمر على دراسه من الدراسات كده نشوف كمان كيف تتعمل الخطوات بتاعه تصميم العينه سامبل ديزاين في الريسيرش بتكتب كيف ذاتها، يعني لو جينا وقت. طيب بيجي في السامبل، في السامبل ديزاين اللي هو ايضا الجانب الثاني في السامبل ديزاين هو التايب اوف سامبل. التايب اوف سامبل مهم كمان جدا. يعني انا كمان ما بستخدم اي عينه كده عشوائيه زي ما بيقولوا، يعني من الاخطاء الشائعه يقول لك عينه دي عشوائيه. يعني عينه عشوائيه، عينه عشوائيه دي خطيره جدا بالمناسبه. عينه عشوائيه دي اكثر عينه علميه، شوف هي عشوائيه لكن اكثر نوع من العينات علميه وتنظيميه ويقول لك شنو، وفيها الجانب بتاع العداله كمان اللي هو الراندمايز سامبل او الراندم سامبل. إذا كمان نوع العينة لازم اختار نوع عينة بطريقة سليمة، حجم عينة بطريقة سليمة، ده كله بعمليه فلو كويس في جود سامبل ديزاين، بعمليه فلو جود ليس مارجن اوف ايرور، يعني يكون مارجن اوف ايرور از مينيمم. أما الطريقة دي لو ما تمت بالطريقة المنهجية السليمة دي
بيكون عندك بعدين high margin of error كويس، الاستيميشن بتاعك very bad، تكون نتائجك بعدين مرة ما accurate، بتلاقيك مشاكل بعدين في استخلاص النتائج، بتلاقيك نتائج مشاكل في أي شيء في البحث بتاعك أصلا ما يكون معتمد. تمام؟ إذن ده من الجانب بتاع sample design. حتى الفاريابيليتي زي ما قلنا هاي فاريابيليتي، الفاريابيليتي المفروض يكون از مينيمم، از يكون اصغر ما يمكن، بعمل طريقه ستريفيكيشن، وبالتالي انا بكده بعمل مينيمايزنج للمارجن اوف ايرور، وبالتالي يكون عندي جود استيميشن. اذا اذا انا قدرت اتحكم في المارجن اوف ايرور اللي هو كان بالنسبه لي مشكله، عشان اقرب المسافه بين الاس والبي، عشان اقدر اعرف قيمه البي اللي هي البوبوليشن باراميتر الانون دي، عايز اعرفها انا، وكل ما كان الايرور بتاعي اصغر ما يمكن كل ما قدرت اعرف قيمتها. تمام. طيب هنجي للجانب المتعلق بشنو بالعينات، هنمشي ل السامبل ديزاين. طيب نحن عرفنا اسي فاريابيليتي، كيف انا ممكن اعمل في الفاريابيليتي اعمل لها سموها شنو مينيمايزنج الفاريابيليتي، المجتمع بتاعي يكون هوموجينيوس او السامبل تكون هوموجينيوس، يكون النتائج بتاعتي بعدين أكيد. طيب عندي في الجانب الثاني متعلق بتصميم العينات، عندي جانبين فيهم زي ما قلت قبل شوية، اللي هو جانب متعلق بال sample size. أيوة نركز شوية في الكلام الجاي ده بال sample size. طيب عندي أنا أنت طبعا تمثل sample size بيساوي لي Z square، دي المعادلة حقتي. طبعا المعادلة دي جات من وين؟ إذا نقدر يعرفها، Z square مضروبة في سيجما square over D square. ذات من ال يا سلام عليك يا سلام، والله يا أخي أنا معاني فطح له والله، ما شاء الله عليكم ممتازين أنتوا الاثنين والله. استمع يا دكتور. فعلا هي نفس المعادله بتاعتنا بتاعت المارجن اوف ايرور نفسها، بس انا حطيت هنا حطيت السامبل سايز. طبعا المعادله دي اصلا موجوده في ريفرنس في مرجع والناس بيستخدموها زي الحلاوه يعني. هي نفس المعادله بتاعتنا الاولى، المعادله الثانيه سوري، لو تتذكروا عندنا معادله واحد معادله اثنين، هي دي المعادله اثنين، بس انا هنا حطيت السامبل سايز موضع القانون، يعني كانوا انا من المعادله ديك عايز احسب السامبل سايز، لان هناك طبعا كانت اندر سكوير روت، يعني هي كانت هناك تحت الجذر التربيعي، فاحتجت اضرب كل القيم الثانيه في تربيع، يعني اعمل لها تربيع عشان اشيل السكوير من الان. سمبلي جاتنا المعادله انه حجم العينه بتاعتك عشان تحسبها من اي في اي ريسيرش كويس، طبعا دي اسمها السمبل ايكويشن، ودي اسمها الجنرال إكويجن. طبعا جات بعدها إكويجنز كثيرة جدا جدا طبعا، لكن سيمبل إكويجن حتى لو استخدمتها في الريسيرش ما في زول بيقول لك حاجة يقول، يعني عندها ريفرنس هنشوفه بعد شوية. طيب الفكرة شنو؟ انه السامبل حجم العينة بتاعتي يساوي زيت، اللي هي زيت نحن قبل قلنا كونفيدنس ليفل، طبعا دي قيمة ثابتة بتكون تقريبا 2، يعني بتساوي 2، 2 تربيع اللي هو 4. طيب بجي اشوف انا بتاعي عندي هنا عندي هنا السيجما نفسها الستاندرد ديفيجن موجود، بعمل له تربيع بقسم على الخطا المعياري الخطا الهامش الخطا بتاعي بعمل له سكوير. طيب طيب في المعادله دي عشان احسب حجم العينه طبعا عندي هنا طبعا القيمه دي 2 ثابته، وعندي الماجن اوف ايرور هنا بتحكم فيه انا. شوف يعني مش قبل كان مشكله بالنسبه لي، كان بالنسبه لي مشكله مارجن اوف ايرور حتى ما اقدر يعني اتحكم فيه، والان هنا بيقول لك انت عشان تحدد حجم العينه المناسب للمارجن اوف ايرور المحدده انت، يعني مثلا انا عايز مارجن اوف ايرور بعدين 5%، يعني عايز يكون المارجن اوف ايرور بتاعي هنا 5% ما يكون يتجاوز اكثر من 5%، وبالتالي كل ما انت قللت هنا المارجن اوف ايرور هتحتاج عينه اكبر، لانه هنا العلاقه عكسيه، يعني مثلا المارجن اوف ايرور قاعد في المقام تحت والسامبل سايز قاعد في البسط هنا، وبالتالي كل ما انت قللت من المارجن اوف ايرور بتاعك انت عايزه بعدين في نتائجك كل ما احتجت لحجم عين اكبر، والعكس صحيح،
بمعنى اذا انت كنت مفلس تعبان وكذا وبالتالي عايز تاخذ العينه بتاعتك وبالتالي تقوم لازم ترفع هنا شنو ترفع المارجن اوف ايرور لان الميزانيه بتاعتك ما بتسمح لك. فبالتالي المارجن اوف ايرور بتاعك ممكن يكون 10% هنا حجم العينه بتاعك يكون اقل. كويس اذا يعني المارجن اوف ايرور هنا بيبقى فاكتور فور يعني كالكوليتنج شنو ذا كوست اوف ذا ريسيرش. يعني مثلا انت عندك هنا المارجن اوف ايرور هنا بيحدد لك التكلفه بتاعت الريسيرش بتاعتك. يعني زمان كان او في الاول كان بالنسبه لك بيحدد لك الدقه بتاعت التقدير، الان بقى عنده معنى ثاني هنا في معادله السامبل سايز. وبالتالي كل ما انت قللت من مارجن اوف ايرور بتاعك هنا كل ما كان حجم العينه بتكون اكبر وهكذا. طيب بالنسبه للسيجما سكوير اللي هو هنا الفاريابيليتي، طبعا دي ما حاجه بتقدر تتحكم فيها انت زي ما قلنا قبل. اكثر حاجه بتقدر تعملها انك انت بتعمل السيرتيفيكيشن للبوبوليشن حقك لما تيجي تختار عينه. طيب فالان دي واقع بتاخذها من الواقع بتاعك، يعني دي ما حاجه بتقدر تتحكم فيها انت، تتحكم فقط في المارجن اوف ايرور. طبعا القيمه دي ثابته اصلا وممكن تغيرها برضو، طبعا هي كونفيدنس ليفل هي 2 تقريبا بيقولوا 2 يعني. بعدين حنيجي نشوف في الكورس حقنا ده حنيجي نشوف ليه 2 هي، يعني حنعرف دي ذاتها بتجي كيف تتحسب. طيب المعادله، طبعا انا بتكلم عن المعادله الاولى دي، في معادله تحت منها حنيجي نشوفها بعد شويه نشرحها. لكن السؤال عايز اشرحه لكم انا او اساله لكم لانه معايا عباقره هنا ما شاء الله. السيجما سكوير دي طالما هي من بيجيني من الواقع مفروض علي ما بقدر اتحكم فيها انا، طب من وين انا بجيبها اصلا؟ يعني انا قبل لما قدرت قلت انا معادلات التدخين اكتشفت ان معادلات التدخين عند الطلاب منخفضه في المستويات الدنيا وارتفعت في المستويات المتقدمه تقريبا من البريفيوس ستاديز. لا سلام عليكي، لا انت والله دفعتي عديل من البريفيوس ستاديز. يعني مثلا هنا السيجما دي بجيبها من البريفيوس ستاديز. يعني مثلا انا عندي دراسه قبل كده قاعد اتكلم عن التدخين ولقوا انه والله السيجما معدل التدخين عند الطلاب بيساوي كذا مثلا. طبعا ديفينتلي انا هقوم اخذ جانب ثاني، لكن في دراسه قبل كده عملت فبقوم بقول والله يا اخي دراسه فلان الفلاني ده طلعت السيجما بتاع معدل التدخين ده مثلا مثلا معدل التدخين 3 ل 5 خلاص دي السيجما بتاعتي 3 ل 5 معناها ده انحراف المعيار بتاعي. انا الدراسه الفلانيه عملت وحقوم استخدم السيجما بتاعت الدراسه الفلانيه او دراسه فلان الفلاني. تمام؟ اذا بريفيوس ستاديز بتكون لك معين في تحديد قيمه السيجما. طيب ثاني اجيبها من وين ممكن؟ طبعا يا اخواننا يعني انا بسال الاسئله دي، طبعا nothing is totally good and nothing is totally bad. يعني الزول بيقول اي حاجه، انا عايز اسمع منكم اي حاجه، يعني انا عايز نتكلم في المصطلحات الاحصائيه دي باي شكل من الاشكال. nothing is totally good and nothing is totally bad. حتى المعادله اللي احنا بنتكلم عنها دي مليانه عيوب ومنتهيه وممكن ما تستخدمها ذاته في معادلات ثانيه، يعني في عشرات المعادلات غيرها. الدكتور هي نفسها ستاندرد ديفيشن السيجما سكوير، هي الستاندرد ديفيشن سكوير اللي هو يسموه الفيريانس تباين. طيب مش ممكن نحسب مثلا عن طريق معادلات او كده؟ لا انا بقصد يعني كويس كلامك صح، يعني انا لكن بجيبه من وين؟ انا اجيب قيمته من وين؟ يعني انا مثلا انا داير احسب حجم العينه حق كاسي هنا عندي القيمه، وانا قصدي في معادله ممكن انا احسب منها. لا هو اصلا بتحسب طبعا بمعادله، لكن انا بجيبه من وين؟ يعني مثلا هسه الدكتوره قبل شويه شاركتنا قالت انا والله بجيبه من الدراسات السابقه، والله يقول مثلا دراسه فلان فلان ده حسب السيجما انحراف المعياري كان لمعادله التدخين وجدوا كده، وبالتالي انا استعنت بالقيمه بتاعته دي من ناحيه بتاعت ميثودولوجي ستاتستيكال او ريسيرش ميثودولوجي صحيحه، لانه صحيح وسليم ومعتمد. يعني الستديز ريزلتس دائما ممكن يستعان بها في تحديد القيم بتاعت الحاجات. محتاجين داتا صح؟ ممكن اعملها من عين استكشافيه برضه. ممكن منو؟ انا رضاب. ممتازه. في حاجه اسمها البايلوت سيرفي،
العين الاستكشافيه دي اللي يسموها البايلوت سيرفي يا اخوانا، دائما بتتعمل ايضا في قبل ما تتوزع الكوشنير وتوزع بشكل نهائي للمجتمع بتاعك في البوبوليشن، تقوم تعمل حاجه اسمها بايلوت سيرفي. يور اكسلنت، ممتازين. طيب نحن عندنا مثلا ممكن اعمل ريبليكيت للشغل القديم، يعني ما انا عايزه داتا صح عشان احسب منها اللي هي سيجما سكوير، فاعمل ريبليكيت لموديل سابق مثلا واطلع داتا واحسب منه سيجما سكوير. ممكن برضو. في طبعا في اكسبيرمنت كثيره بتتعمل في الحته دي، لكن طبعا دي بس معقده شويه. الطرق البسيطه اللي هي بريفيس ستاديز و الشيء شنو البايلوت سيرفي. البايلوت سيرفي ده بتعمل انت 15 ل 20 ماكسيمم 30 كويشنير، اذا مثلا حجم العينه بوبوليشن بتاعك بملايين كثيره يعني ناس كثار، بتقوم توزع لك 30 استبانه وتجيبها، وبتعمل منها حاجات ثانيه كثيره. طبعا بتعمل برضه حاجه اسمها الريليابيلتي تيست والفاليديتي تيست، تتاكد من مدى فهم الاسئله للمبحوثين، يكون فاهمين الاسئله وما لقتهم صعوبه في الاسئله، وحاجات التقليديه المعروفه دي في الريسيرش ميثودولوجي او في الكوشنير بروبلمز. فهنا منها بتطلع السيجما برضو عشان تحسب شنو السامبل سايز. طيب جميل. اذا عندنا البايلوت سيرفي و شنو الباي سيرفي والبريفيس ستاديز، دي هي نستخدمها عشان نطلع السيجما حقتنا، يعني نطلع الفاريابيليتي في البوبوليشن بس كل قصه. يعني انا بعمل الباي سيرفي واطلع او اعمل البريفيس ستاديز عشان اشوف الفاريابيليتي بتاعتي في البوبوليشن شكلها كيف. تمام. طيب عندي كويجن ثاني هنا تحت منها، الكويجن الثانيه دي هي نفس الكويجن، نفس المعنى بتاع الكويجن السابق اللي هي الزيت نفس الزيت، بس هنا عندي بي كيو وعندي هنا المارجن اوف ايرور سكوير نفس المارجن اوف ايرور سكوير. يبقى هنا كان ستاندرد ديفيشن بقى حاجه اسمها بي كيو. البي والكيو هنا اللي هي دي يسموها البوبوليشن بروبورشن، طبعا دي برضه مستخدمه هي نفس المعادله. لما انا اضرب البي كيو اللي هو البوبوليشن بروبورشن ده بيديني شنو هنا؟ بيديني الانحراف المعياري الاول، سوري اديني التباين فيريانس او الانحراف المعياري تربيع للمجتمع ده او للاحصائيه بتاعت المجتمع. طبعا البي عباره عن شنو؟ يعني بتختلف من هنا، يعني بمعنى في المعادله الاولى لو كانت التارجت فيريبل بتاعي نيوميريكال او كوانتيتيف، التارجت فيريبل بتاع الريسيرش اللي هو التدخين، التارجت فيريبل هنا سلوك التدخين صح؟ طب السلوك التدخيني هل هو كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ هل هو كوانتيتيف فاريبل اور كواليتيتيف فاريبل؟ كواليتيتيف. التدخيني كواليتيتيف لانه تصنيفي، يعني مثلا ممكن يكون الطالب ده مدخن او غير مدخن او احيانا مدخن، يبقى هو كواليتيتيف. اذا كان كواليتيتيف معناه انا هستخدم المعادله الثانيه دي. طيب ليه؟ لانه المعادله الثانيه دي هي بتديني هنا الستاندرد ديفيجن سكوير بي عباره عن بروبورشن، يعني بروبورشن اللي هي النسبه او البرسنت. يعني انا التارجت فيريبل بتاعي انه والله الطلاب المدخنين دي مثلا 60%، معناها هنا بي حقتي حتكون 0.6. اوكي. كيو هنا عباره عن الانفيرس اوف بروبورشن، يعني 1 ماينس بي. كيو دي 1 ماينس بي، اذا كان دي 0.6 معناها كيو حتكون 0.4. معناها انا حي اقول هنا 0.6 مضروب في 0.4 مضروبه في زيت سكوير اوفر دي سكوير، انا حددته ممكن يكون 5% 3% 10%. طيب اللي هو ده الايرور انا عايزه بعدين في النتائج. بالتالي بيطلع هنا السامبل سايز. سيجما هنا بيستخدمها 200 هنا، لو انا كانت تارجت فيريبل بتاعي او الايكويشن الاولى دي لو كانت تارجت فيريبل بتاعي شنو؟ كوانتيتيف. يعني كوانتيتيف يعني حاجه تتقاس قياس، يعني مثلا سلوك التدخيني ما بيتقاس، مشكله ما بيتقاس، لكن ممكن يتعرف من خلال مشاهده الظاهر بالنسب لانه كواليتيف. لكن مثلا لو انا بتكلم عن مثلا بتكلم عن اثر التدخين في الوزن مثلا، شوف التارجت بتاعي هنا الفيريبل بتاعي الوزن، وزن الطلاب في زياده في الاوزان، انا شايف في ظاهره بتاعت الاوزان عند الطلاب
نتيجة للسلوك التدخيني وكذا. مثلا for example هنا target variable بتاعين الويت بتاع طلاب هنا. طالما هو الويت معناه quantitative معناه أنا عايز سيجما، هستخدم المعادلة الأولى هنا لأن target variable في research هو شنو الويت، وأستخدم المعادلة الثانية إذا كان target variable qualitative. واضح؟ طيب دي المعادلة اللي هي اسمها دي اسمها طيب دي اسمها general equation، دي اسمها general equation طبعا والsimple equation، وموجودة طبعا ومستخدمة، واشتقوا منها بقية المعادلات، اشتقوا منها بقية المعادلات. سؤال ثاني، عندي سؤال برضو للناس الحاضرين معنا. طيب سؤال ما تلاحظوا ايش في المعادلتين دي؟ الملاحظات بتاعتكم شنو في المعادلتين دي؟ انا عايز اخذ راحتي معاكم خالص، عايز يعني اديكم الدوره دي وانا مرتاح كده، عشان اي حاجه لو عندي اقولها يعني ما عاد يكون مستعجل. فهمتوا كيف يعني؟ احنا صح المفروض نخلص دي الشرائح دي من امس، يعني ما عاد يكون مستعجل. عايز لما ادرسكم كده وانا ريلاكس بقدر اقدم حاجات كثيره ان شاء الله. السؤال هنا وتلاحظوا شنو في المعادلتين دي، يعني أن السيجما تربيع بيساوي لنا البي. بي مالت كيو. بي مالت كويس. بي ضرب كيو. أن السيجما سكوير دي بيساوي لنا البي ضرب كيو لكن صح؟ بس أنا داير يعني مثلا يعني تكون تعاين لحاجات انت بتفتكر انها ممكن تكون يعني مثلا في حاجات ممكن. طبعا احنا بنتكلم عن سامبل سايز يا اخوانا، يعني نتكلم عن من عين عايزين احنا. هناخد مثال، طبعا هناخد مثال رقمي بعد شويه في الشريحه اللي بعد دي، مثال رقمي على السلام. لكن طبعا انا هخلص الساعه واحدة كده. كويس معاكم؟ اوكي. الساعه واحدة كويس يا اخوانا ولا خليها 12 ونص؟ لا لا كويس يا دكتور، ما في مشكله. سوري مش ساعه واحده يعني كويس توقيت السودان. لا يعني ساعه 40 دقيقه. كويس ما كويس حطيت ايدك الصوت يا دكتور، اختفى الصوت. الصوت والصورة اختفت. Thank you.
أنا الصوت حصل فيه حاجة؟ أيوة الصوت مختفي. أيوة ما سامعين حاجة. دكتور قطع الصوت. ممكن يكون الاتصال انقطع من عنده. شكله الدكتور فصل من عنده النت ما موجود. نعم. طيب هو الزوم بي يعني مش 40 دقيقة للسيشن الواحدة ولا كيف؟ لا لا ده حساب هنا ده حساب مدفوع يعني ما سيشن. حتى الحساب المدفوع بتتهيألي. معلش الرياس جي راجع تاني. شكلي طشيت برا الشبكة. تمام حبابك الحمد لله السلامة. الله يسلمكم. طيب معلش في حاجه كنت عايز تقولوها ولا كده. انا كنت طبعا كنت بتكمل اتكلم في بالسامبل سايز وقلت في كنت هنا في المعادلتين ديل كنا في المعادلتين ديل سامعني كده كويس؟ سامعني صح؟ ايوه سامعيني يا دكتور. ايوه مناسب يا دكتور. ايوه السؤال لاحظوا شنو في المعادلتين في حاجه ناقصه صح؟ ايوه اللي هي كابيتال بي بيساوي لنا مربع سيجما ناقصه في التي مش كان في تي في المعادله الاولى كابيتال بي تي تي اي صح تي كان في المعادله الاولى تي وزتنا صحيه حاجه واحده تي وزت حاجه واحده. طيب اصلا هي المعادله للحساب شنو يا اخوانا؟ سامبل سايز. اي سامبل سايز يعني نحسب حجم العينه بتاعتنا العمل معاه مش كده. طيب في حاجه ناقصه احنا قبل اتفقنا على انه وقلنا نخلص بعد 40 دقيقه ولا نخلص قبل كده ناقص الكابيتال ان ايوه انت نو قلت بتخلص واحده رضاب رضاب ايوه رضاب ايوه نخلص يعني بعد 40 دقيقه. طيب بعد 40 دقيقه خلاص ان شاء الله. طيب ايوه كابيتال ان دي بتمثل شنو يا رضا؟ حجم المجتمع المجتمع اللي انا عايز اعمل فيه الدراسه حقتي. طيب يعني حجم المجتمع مهم بالنسبه لكم السؤال ده لكم كلكم تفتكروا حجم المجتمع مهم لو عايز احدد حجم العينه؟ بالذات لو كان عندي المجتمع بتاعتي طبقات إذا كان المجتمع طبقات يعني استراتم فحجم المجتمع مهم والسيستماتيك كمان. طيب كويس والله فكر حجم المجتمع مهم لأنه حجم المجتمع مش دائما يقول لك لما بدك تاخذ عينه بيقول لك ايوه افتكر انه حجم المجتمع مهم لانه كل ما زاد حجم المجتمع كل ما انت محتاج لعينه اكبر عشان الريبرزنتيشن. يا سلام عليك سلام عليك يا طارق صحيح فعلا يعني دائما حجم المجتمع طبعا بالمعادله البسيطه دي هم ما خد الاحصائي اللي عمل المعادله دي ما خدت حجم المجتمع لانه قال حجم المجتمع ما مهم بالنسبه له. ليه؟ لا قال مهم اكثر شيء الفاريبيليتي في المجتمع بمعنى من ناحيه طبعا من ناحيه اقتصاديه في 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 في, في استخلاص العينات يعني من ناحيه اقتصاديه انت اذا كان المجتمع اصلا متجانس بالتالي انت ما بتحتاج لحجم عينه كبير بغض النظر عن حجم المجتمع الكلي. يعني هو فلسفته انه اهم من حجم المجتمع التباين في حجم في المجتمع نفسه. التباين بتاع الظاهره نفسها في المجتمع هو الاهم من حجم المجتمع.
يعني مثلا اديك مثال بسيط، عشان كده هو ما اخذت حجم العينه، حجم المجتمع هنا يعني population size ما اخذته هنا في المعادله. اديك مثال بسيط، يعني مثلا انا لو كان المجتمع بتاعي الستاندرد ديفيشن فيه زيرو وحجمه ملايين الملايين، وحجمه من الملايين، يعني الستاندرد ديفيشن فيه زيرو معناه التباين فيه زيرو، معناه التجانس 100%، معناه انا لو اخذت اي حجم من اليونتس بتاعت المجتمع، اي حجم من العينه بغض النظر عن حجم المجتمع، تديني نتائج بتكون ريبريزنتيف لي البوبوليشن بارامتر. كويس، فدي الفكره بتاعت انه هو ما اخذت في المعادله دي شنو البوبوليشن سايز. ركز اكثر شيء على ال يسموها شنو، ركز اكثر حاجه على الفاريابيليتي ان بوبوليشن، يعني خصائص المجتمع ركز فيها اكثر من حجم المجتمع، ركز على الكواليتي اكثر من الكوانتيتي. واضحه الفكره دي؟ طبعا انا عايز امسك المعادله دي افرتكها كده، واتكلمت فيها كتير ليه؟ عشان تاني خلاص انت بتكون المعادله دي بالنسبه لك بقت محفوظه، ممكن تكتبها بيدك. عايزين ناخذ مثال امثله تطبيقيه على الحياه دي. طبعا بعد كده جت المعادلات دي اتطورت كويس وبقت عندها اشكال كثيره. طيب حنجي نشوف الجانب الثاني، الجانب الثاني متعلق بالسامبل ديزاين يا اخوان، ما ننسى اللي هو الجانب بتاع شنو نوع العينه، نوع شنو العينه. يبقى التايب اوف سامبل ايضا ويعتبر من الفاكتورز المهمه جدا جدا، تايب اوف سامبل يعتبر من الفاكتورز المهمه في العمليه بتاعت السامبل ديزاين، اللي هو ده كله بعدين بيصب في الموضوع بتاع الاستيميشن يا اخوان. فالعينات العلميه البحثيه المستخدمه اهم اربع عينات اللي هي قدامنا موجوده قدام كله في الشير وشايفينها، سيمبل راندوم سامبل سرس، في سيماتيك راندوم سامبل، الستراتيفايد سامبل، والكلاستر سامبل. طيب الطريقه بتاعت في السامبل ديزاين مطلوب منك انك عشان تعمل جود سامبل ديزاين بالاضافه للجانب بتاع السايز، طبعا السايز ده لك ريكوير سامبل سايز، يعني هنا في السامبل سايز، في سامبل سايز ريكوير اللي هي الان سمول ان دي، انت بتقوم تختار العينه اللي بتكون هنا معاك سفيشنت اند افيشنت، بتكون يعني بتحقق لك الاهداف بتاعت الدراسه، بتطلع لك نتائج معقوله واقعيه، وفي نفس الوقت بتكون افيشنت، بتكون ذات فعاليه يعني، وفي نفس الوقت بتكون شنو تكلفتها اقل، يعني اقل ما يمكن، يعني انت ما اخذت حجم عينه زياده عن اللازم ولا اقل من اللازم. طيب التايب اوف سامبل هنا عندك انت اربع انواع اساسيه، ده الجانب الثاني، مفروض تختار اما العين العشوائيه، التعامل مع العين العشوائيه البسيطه، او العين العشوائيه المنتظمه، او العين الطبقيه، او العين العنقوديه. طبعا في مفاهيم خاطئه هنا انا عايز اصححها في موضوع العين العشوائيه. العين العشوائيه، العين العشوائيه البسيطه والعين العشوائيه المنتظمه وهكذا. طبعا افضلهم طبعا باختصار يعني الموضوع ده كله، بعدين حاجه نخش في التفاصيل، افضلهم طبعا السيرتيفايد سامبل. ليه؟ لانها بتاخذ لي الجانب بتاع السيرتيفيكيشن مع الجانب بتاع شنو السامبل ديزاين. طيب نشوف العين العشوائيه البسيطه، انا بستخدمها متين. طبعا الطريقه الصحيحه انك تستخدم العين العشوائيه، سوري النوع العين اللي بتناسب مع طبيعه البيانات، طبيعه البوبوليشن كويس، توزيع البوبوليشن نفسه، توزيع البوبوليشن نفسه. يعني مثلا العين العشوائيه البسيطه اذا كان البوبوليشن حقي مفردات فيه موزعه توزيع عشوائي، لذلك هو سمي بالعين العشوائيه، لانه المفردات في المجتمع موزعه توزيع عشوائي. طيب والعين العشوائيه المنتظمه سميت بالعين العشوائيه المنتظمه، لانه انا بستخدمها لما تكون مفردات المجتمع منتظمه، يعني موزعه توزيع منتظم. الفرق بين التوزيع العشوائي والمنتظم، يعني اديكم مثال بسيط، لو انت عايز تعمل سيرفي مثلا في منطقه سكن عشوائي،
بس تبدأ نفس الكلمة دي، الكلمة العشوائي دي موجودة هنا. السكن العشوائي هو يعني عبارة عن بيوت موجودة بغير خطة سكنية أو بغير خارطة معينة، وبالتالي أنت لما تتعامل معهم تتعامل معهم أفضل بعين العشوائية. لكن لو أنت جيت مشيت لبيوت هاوس هولز مثلا في منطقة معينة عبارة عن مجموعة بنايات، كل بناية فيها مثلا 5 طوابق، كل طابق فيه شقتين، يبقى معناها هنا الديستريبيوشن بتاع الهاوس هولز أو بتاع المفردات هنا منتظم. في الحالة الثانية أفضل لك العين العشوائية المنتظمة، في الحالة الأولى أفضل لك العين العشوائية البسيطة. واضح؟ طيب كلمة عشوائية جاية من وين؟ ذو عند فكرة؟ يعني ليه أنا بقول random sample؟ عشوائية ما بيكون في تحيز لأي فئة معينة، يعني ما بيكون في بياض. أي مفردة؟ كل المف. أيوة. نسمع أنت كلامك وبعدين نديك فرصة تانية. طيب أواصل أنا ولا هي؟ أيوة. واصل أنت رباب. طيب تمام. أول حاجة بيكون ما في بياض لأي من المفردات، وكل المفردات في المجتمع بيكون عندها نفس الشانس لأنها هي تكون سلكت. بي سيلكت دي الراندومايزيشن. ممتاز جدا. يكون فيها بلايند رول. ممتاز جدا. طيب نسمع وجهه نظر ثانيه. لكن باللغه العربيه انه العين يعني العشوائيه كل مفردات المجتمع عندها فرصه الظهور بدرجه متساويه. يا سلام. صح. تكون اقل يعني. تمام تمام. زاكيه دكتوره زاكيه. صحيح ممتاز صح. طيب طبعا الخطا الشائع يا اخوانا وانا بسمعه كثير واشوفه في كتابات ولا في ابحاث، يقول لك انا استخدمت عينه عشوائيه، بيفتكر انه العشوائيه دي كانه انت تعاملت مع المفرده لقيتها بطريقه عشوائيه يعني. وفي الواقع انه العينه العشوائيه دي هي اكثر عينه منظمه واكثر عينه عادله زي ما قال الدكتورات الان، لانه العين العشوائية راح يصبح كلمة عشوائية أو randomization. طبعا randomization the concept في statistics معناها equal، معناها equal chance. randomization في statistics معناها equal chance. يعني مثلا اللوتري ده عبارة عن randomization selection، عشان كده هو equal chance، ما بميز بين شخص والآخر، ضد الناس كلها فرص متعادلة، وهو عبارة عن randomization technique أيضا. طيب تكنيكا لكيف العملية، هذا هو هنا sample technique، هنا بيجي تكنيكا لكيف أنا بختار مفرداتي بالنسبة للعين العشوائية، بختارها كيف بيجي. طبعا عندها خطوات يعني، لكن بيجي مثلا من خطوة من الخطوات بيجي بعمل حاجة اسمها framing للpopulation تاعي، بمسك الpopulation كله بعمل لي framing. فريمينج يعني أدي كل مفردة في المجتمع رقم، بديها رقم بس كويس، أعمل لها ليستينج كده وكل مفردة أديها رقم، إن شاء الله تطلع 5 مليون. بيجي بعد كده طبعا لو لاحظتوا في أي كتاب بتاع ستاتستيك، أي كتاب بتاع ستاتستيك أمسك الصفحات الأخيرة فيه بتلقى في حاجة اسمها الراندوم نمبرز، كويس، هذه الأرقام العشوائية. الراندوم نمبرز دي كويس انا بستخدمها طبعا مانيوالي، ما استخدم عمليه مانيوالي يعني، بقوم انا بستخدم الارقام دي عشان اختار المفردات اللي انا اصلا عملت لها ليستنج او فريمينج قبل كده. يعني مثلا جيت لقيت اول رقمين ظهروا لي في الجدول مثلا، طبعا في تكنيك ثاني اسمه ديجيتس، نمبر اوف ديجيتس اوف بوبوليشن، في اشوف مثلا انا لو يعني اول رقم ظهر لي 49، بقوم طوالي بمشي بشوف المفردة رقم 49، طبعا اعمل لها لسن، بقوم بختارها في العينة بتاعتي، بجي اشوف الرقم الثاني اللي بعده بلقى مثلا 10، بقوم طوالي بختار المفردة رقم 10 وهكذا لحد ما اكمل العينة بتاعتي اللي انا كويس بستهدفها، اللي هو حجم العينة اللي حسبته قبل كده في السلايد اللي بعد، حجم العينة حسبته بالمعادلة ده،
لحد ما اكمل الحجم العينه بتاعي. يبقى معناها عمليه الراندمايزيشن دي بتتم بطريقه منظمه وليس بطريقه عشوائيه زي ما فكروا الناس يعني. بعدين اي شخص طبعا في طريقه ثانيه طبعا الطريقه الحديثه الان والطريقه اللي يعني التقليديه هي اصلا الان بقت، لكن هي الطريقه الصحيحه انك بتخد الليستنج القوائم او الارقام بتاعت المفردات دي بتخدها في الكمبيوتر. وفي الاس بي اس موجود تكنيك معين بتقول لي يا اخي اختار لي مثلا اختار لي من البوبوليشن بتاعي ده الداتابيس، طبعا بيكون داتابيس موجود، اختار لي من البوبوليشن ده مثلا 500 مفردة راندملي. يقوم طوالي بيعمل تيك الاس بي اس، مختار لك بيعمل لك تيك على كل المفردات اللي هو اختارها بطريقة عشوائية وفقا للارقام العشوائية يعني. وبالتالي كده انت بتكون اخترت العين العشوائيه بتاعتك. اما لما تيجي تعمل لك كويشنير وتخطه في الواتساب او توديه الايميل للناس ويعبوا لك، دي ما عين عشوائيه، دي ما عين عشوائيه يا اخوان. لان العين العشوائيه بالميثودولوجي مفروض انت لما تيجي تختار الناس توزع لهم الكويشنير تكون اخترتهم وفقا للارقام العشوائيه اللي تحددت لك مسبقا، تمام؟ دي اسمها الايكوال تشانس سيلكت. طبعا هي مناسبه مع البوبوليشن يكون ما كثير حجمه وفي نفس الوقت يكون متجانس يعني، يعني هي انسب للمجتمع اللي يكون متجانس العين العشوائيه البسيطه دي اللي هي سيمبل راندوم سامبل. دي العين العشوائيه دي الطريقه بتاعه العين العشوائيه دي لازم توضح للناس كويس عشان بعدين ما تكتب هيك في الريسيرش تقول عملت عين عشوائيه كويس ومشيت وزعت الكوشنير اي زول تلقيه اي طالب مثلا بالنسبه للمثال حقنا اي طالب تلقى في ممر تلقى في سلم تلقى في الاسانسير تمشي لهم في القاعه توزع لهم دي ما عين عشوائيه دي نوع ثاني من العينات حنشوفه بعد شويه. طيب السيستماتيك راندوم سامبل برضو اسمها سيستماتيك راندوم سامبل يعني هي برضو من انواع العينات البسيطه المستخدمه لكن طبعا تعتبر ايضا من الانواع المهمه جدا وعملية أكثر من السيمبل راندوم سامبل اللي هو عملية أكثر بالذات لو كان المجتمع بتاعك موزع توزيع منتظم يعني الديستريبيوشن بتاع المفردات في المجتمع حقك إذا كان سيستماتيك موزع بطريقة سيستماتيك يعني مثلا عندك أنت في كل كلاس عندك عدد معين من الطلاب وعندك أنت مثلا 4 كلاسز أو 5 كلاسز هنا معناها انت ممكن تستخدم سيستماتيك راندوم سامبل لكن تضمن انه في سيستماتيك راندوم سامبل انه ما في مفرده تغير موقعها لانه سيستماتيك راندوم سامبل يعتمد على شنو؟ على الموقع يعني ما في طالب يقوم يتنقل من كلاس لكلاس ثاني يعني يكون هو ذاته التوزيع بتاع المفردات في البوبوليشن بتاعك يكون سيستماتيك دي اهم خاصيه يعني انت مثلا جيت في بنايات سكنية عايز تعمل دراسة مثلا في بنايات سكنية هي عندك 10 بنايات مقسمين كل بناية فيها 5 طوابق أو 4 طوابق كل طابق فيه شقتين هذا سيستماتيك تنفع معاه سيستماتيك ما راندمايزيشن يعني هنا السيستماتيك راندوم سامبل أفضل في الحالة دي. طيب الكلمة راندوم هنا بتجي في العين العشوائية المنتظمة تفتكروا ليه؟ يعني هي سيستماتيك راندوم سامبل يعني سيستماتيك وراندوم قال له ما زال فرصة يعني الرن كل واحدة في البداية اختار عشوائي أيوة انت منو؟ ابتهاج؟ ابتهاج أيوة أيوة ابتهاج قلت شنو؟ هختار الفرد الأول أو العنصر الأول عشوائي بعد ذاك بيبقى فيه مسافة ثابتة بين بقية العناصر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ممتاز. سيستماتيك راندوم كلمة راندوم دي أنا بستخدم أول مفردة بس بختارها بطريقة عشوائية بستخدم فيها الراندوم نمبر برضو عشان كده جات كلمة راندوم هنا في السيستماتيك لأنه فعلا أنا كثير في التدريب بيقول لي أنت هي سيستماتيك كيف تكون راندوم يعني ملاحظات يعني فعلا هي سيستماتيك كيف تكون راندوم كلمة راندوم دي يا أخوانا معناها مور سيستماتيك مور سيستماتيك يعني كلمة راندوم دي ما هي نفس الكلمة العشوائية اللي احنا بنعرفها يعني في الاستاتستيك هي مور سيستماتيك ايكوال تشانس سيلكتد اي رقم ياخذ نفس فرصة اختيار الرقم الاخر يعني نفس السكراتش ده سكراتش
شفتوا الارقام تحت السكراتش بتاع الشحن من الجوال ده؟ الارقام دي عباره عن راندوم نمبرز. يعني مثلا لو انت عندك سكراتش لقيت فيه 14 رقم عشان تنزل الرصيد، كويس، امشي افتح الجدول بتاع الجدول الموجود في كتاب الاستاتستيك، اختار لك اي 14 رقم ممكن تطلع معك رصيد. طيب عايز اضحك شويه لكن رمضان ما مضحكنا. طيب عندنا الطبقه العين الطبقيه اللي هي السيرتيفاي سامبل دي، احسن واحده. احسن واحده ليه؟ لانه فيها المجتمع بيكون موزع توزيع يعني توزيع يسموه توزيع متجانس، وبالتالي انا بختار منها بطريقه معينه بحيث انه في الحاله دي بكون هنا عالجت موضوع التباين في المجتمع. لكن طبعا بيجي برضه في السيرتيفاي سامبل دي بيجي استخدم برضه العينه السيمبل راندوم سامبل او استخدم السيستماتيك راندوم سامبل. يعني وزين السيرتيفاي سامبل either I'm going to use a certified simple random sample or a certified systematic random sample. يعني عملية اختيار المفردات بعدين هنا في certified sample برضو ممكن استخدم فيها simple random sample أو systematic random sample. It depends على الكاركتريستيكس بتاع شنو المفردات في البوبوليشن حق. طيب النوع الرابع ده اللي هو العينة العنقودية، دي طبعا نوع من العينات يستخدم في الدراسات والمسوحات العلميه الكبيره والدراسات الكبيره، يكون فيها البوبوليشن موزع يعني البوبوليشن بيكون فيري هاي اكثر من 10 مليون 50 مليون وهكذا. تحتاج انت هنا تستخدم الكلستر سامبل اللي هي العينه العنقوديه. طبعا دي في الدراسات الكبيره يعني الكلستر سامبل. الكلستر سامبل يعني انا بقوم بياسين نختار مثلا انا مستهدف الهاوس هولد، مثلا مستهدف الاسره، بقوم بجي مثلا اشوف السودان عندي كم ولايه، شوف كيف بعمل لها اسقاط كده كم ولايه، بجي اشوف عندي من كم مثلا في كل ولايه فيها مثلا محليه، عندي كم محليه بختار من المحليات دي، بعد ما اخترت الولايات بجي اشوف في كل محليه في كم حي بختار منها، بيجي اشوف في كل حي كم عندي كم منزل كم بيت يعني كويس بختار منه. دي كلستر. لو لاحظت انا عملت اسقاط كده اسئله الشكل ده عباره عن فرع موجوده منه او مستخلصه منه مجموعه فروع، فرع صغير موجوده منه مجموعه فروع اللي كلستر، يعني كان عنقود لحد ما تصل للتارجت بتاعك، دي اسمها كلستر سامبل. كده خلاص كده متخصص موضوع السامبل ديزاين المتعلق ب اللي دي بسموها البروبابيليتي سامبل، ده نوع من العينات اللي بيسموه البروبابيليتي سامبل. طيب في السامبل سايز هنا لو قدامكم ظاهر يا اخوانا ظاهر السامبل سايز، انا عايز في السامبل سايز هنا داير لو سمحت بس معلش الاستراتيفايد بنستخدمه في هذا النوع. استراتيفايد احسن احسن نوع بغض النظر انه البحث كان عن شنو؟ لا يعني انت لو عايزه السيرتيفايد دي بتتيح لك الفرصه بتاعت انه انها الميوت يا اخوانا. طيب السيرتيفايد بتتيح لك فرصه بتاعت شنو؟ بتاعت انك تختاري المفردات بتاعت العينه حقتك وفي نفس الوقت تكون شنو عندك تضمني انه المفردات حقتك تكون متجانسه. يعني دائما تستخدمها لما يكون عندك تباين في المجتمع عالي، يعني يكون عندك تباين عالي في المجتمع. يعني مثلا السيمبل راندوم سامبل والسيستماتيك راندوم سامبل بيستخدموا دائما لما يكون المجتمع متجانس، تمام. الاستراتيفايد بيستخدمه متين؟ لما يكون المجتمع ما متجانس متباين، سواء التباين فيه عالي، افضل السيرتيفايد. واضح؟ كده جاوبت على سؤالي؟ ايوه واضح، شكرا لك. يعني هنا دائما السيمبل راندوم سامبل لما يكون المجتمع متجانس، اما السيرتيفايد دي لما يكون المجتمع غير متجانس. فطبعا انت بتفترض انه دائما المجتمع غير متجانس
وهي افضل واحده ليه؟ لانها بتعالج لك الموضوع بتاع الفاريابيليتي. كيف يكون عندنا مشكله لما يكون عندنا مشكله في الفاريابيليتي معناها المارجن اوف ايرور يكون هاي. فهنا برضو بتضرب لك عصفورين بحجر واحد، يعني السيرتيفايد دي تنفع كل الاحوال. طيب هنيجي نشوف بس اكزامبل اكزامبل سريع للسامبل سايز، وده الريفرنس بتاعنا، ده الريفرنس يا اخوانا خلاص. لو ظاهر قدامكم لو عندنا انفينيتي بوبوليشن كويس، انا عايز احسن السامبل سايز عايز احسبها، بحسبها بالطريقه شنو؟ بالطريقه في خطوتين بس، في خطوتين ان شاء الله. ظاهره الشريحه دي اخوانا مهمه. ايوه واضحه. طيب خطوتين، الخطوه الاولى انا بعمل بحسب السامبل سايز بالطريقه اللي بعرفها انا كويس، بالمعادله اللي ذكرتها لكم قبل كويس، وبجي بعد كده بعمل حاجه اسمها adjusted sample size، يعني بيجي يعمل adjustment للsample size according لشنو population size. يعني لو كان عندي population size حجم المجتمع عندي معروف، بقوم بستخدم المعادلة دي، بجيب السامبل سايز اللي حسبته أنا من المعادلة اللي فاتت، بقسمه على واحد زائد n minus one اللي هو السامبل سايز حقتي ناقص واحد، إيش مقسوم على population size هنا. ما نعمل العملية دي كلها بيقوم بيطلع لي مثلا السامبل سايز مثلا 384.16. الكويجن اللي انا ذكرتها قبل دي، ده الريفرنس بتاعي يا اخوان، الريفرنس بتاع شنو؟ الكويجن حقك واضح؟ طيب في اكويجن ثانيه برضه للسامبل سايز سموها يمان اكويجن. بكون هنا سامبل سايز من الاكويجن دي، سامبل سايز بيساوي لي البوبوليشن سايز زائد واحد سوري مقسوم على واحد زائد ان اللي هو البوبوليشن سايز مضروب في اي سكوير. اي طبعا ده عباره عن شنو؟ الاي اللي هو المارجن اوف ايرور. ها يعني فينا اي هنا نسميها اي هو والمارجن اوف ايرور. طبعا ان سامبل سايز ريكويرد والكابيتال ان عباره عن البوبوليشن سايز، والاي المارجن اوف ايرور ديترمايند محدد مسبقا اللي هو دائما بيكون 5%. فهنا بيجي مثلا في حسب الاكزامبل ده، هنا طلع له السامبل سايز ريكوايرد 392.156، ودي الريفرنس بتاعه بتاع الايكويشن دي كويس، وده الرابط بتاعه ايضا. برسل لكم طبعا الشرائح دي كلها انا بعد ما اخلصها ان شاء الله اليوم. طيب في نوع ثاني من العينات، ده مهم جدا الموضوع ده، مهم جدا جدا جدا، دي يسموها النون بروبابيلتي سامبل. دي قاعد يستخدموها الناس بالمناسبه، اغلب الناس بيستخدموها، شفتها في الدراسات. يجي يقول لك عينه عشوائيه، العينه العشوائيه دي طبعا قلت لك عندها منهجيه معينه معقده كويس، اللي هي شرحناها قبل شويه. النوع ده من العينات ده تيك اواي سامبل، يعني دي عينه عشوائيه سريعه سوري نوع من العينات السريعه يعني، اللي يسموها النون بروبابيلتي سامبل. طيب النون بروبابيلتي سامبل دي اللي هي العينات الغير احتماليه، دي نوع من العينات وعمليه جدا، اللي هي يسموها العينه الصدفيه، يعني الاكسيدنت accidental sample. يعني انا الناس بلاقيهم بالصدفه حتى اوزع لهم الكوشنير. accidental sample دي شفت الكوشنير اللي بيجيك في الجروبات ده كله accidental sample. معايا يا شباب؟ الحته دي مهمه من ناحيه منهجيه، انت بتوزع كوشنير اللي بيجاوب على الاسئله بتاعتك وخلاص، هو ده باعتباره شنو؟ ده هو المستهدف. لكن طبعا المفروض انت تختارهم بطريقه علميه ومنهجيه زي ما متفق عليه. اول عينه العشوائيه، اول عينه الحصصيه الكوتا سامبل. هذه الكوتا سامبل اللي طبعا بستخدمها 200 انا لما يكون عندي المجتمع بتاعي فيه تباين، بقوم بوزعهم لمجموعات واختار من كل كوتا او كل مجموعه عدد معين. دي قريبه للسيرتيفايد لكن في نفس الوقت نان بروبابيلتي، لان المفردات انا بختارها برضه بطريقه شنو؟
غير منهجيه، يعني اختارهم بطريقه متعلقه بالصدفه، كانه بلاقيهم بالصدفه يعني. في العين القصديه او البيربوسيف سامبل، دي برضو من العينات الغير احتماليه، ودي برضو الناس بيستخدموها كتير. يعني اكون مستهدف طلاب معينين في منطقه معينه في كلاس معين، اكون موزع عليهم كوتشنير، دي انا قصدت مجموعه او فئه معينه من المجتمع عندهم حاله معينه انا عايز ادرسها، دي اسمها العينه القصديه او الغرضيه. شفتوا كيف؟ دي ما عينه عشوائيه. في ناس يوزع لك الكوتشنير لطلاب في كلاس معين كانوا بيقول لك دي عينه عشوائيه، دي ما عشوائيه، لا دي عينه بيربوسيف سامبل، دي عينه قصديه او من ناحيه علميه بيسموا تصنيفها كده. طبعا الموضوع ده مهم ليه يا اخوانا؟ التمييز بين البروبابيلتي والنون بروبابيلتي ليه؟ لانه بعدين انا الاجراءات الاحصائيه اللي هعملها، الاجراءات الاحصائيه اللي هعملها يا اخوانا لاحظوا معي، الاجراء الاحصائي اللي هعمله الاختبار الاحصائي او الاحصائيات اللي استخرجها انا، في الحاله بتاعت العينات النون بروبابيلتي في احصائيات بيسموها نون بارامتريك اناليسيس، دي ما بتنفع مع شنو؟ مع البروبابيلتي سامبل اللي هي الراندوم سامبل والسيستماتيك سامبل والستراتيفايد سامبل. شفتوا كيف؟ والنون بارامتريك ستاتستكس او النون بارامتريك اناليسيس بعمله للعينات الغير احتماليه. يعني الطريقه العلميه الصحيحه انك لما تكون عينتك واحده من ديل ما تجي بعدين في البيبر تعمل لي شنو؟ بارامتريك اناليسيس. عشان كده انا هنا لو لاحظتوا في الشرايح دي عامل مع ديل كاتب هنا بارامتريك شنو؟ اناليسيس. بارامتريك شنو؟ اناليسيس. ومع الشرايح دي او سوري مع النوع الثاني من العينات دي سميها شنو؟ او عامل حاجه اسمها النون بارامتريك اناليسيس. ايوه تفرق بين البارامتريك والنون بارامتريك اناليسيس، وانت مهمه جدا من اخطاء بتاعت الريجكشن في الريسيرشز، من الاخطاء بتاعت شنو؟ وفي الاوراق العلميه. لانه واحد يكتب لك في البيبر يقول لك انا عملت سيمبل راندوم سامبل ويجي بعد كده استخدم لك النون بارامتريك اناليسيس، هنيجي نشوف بعدين الفرق بيناتهم شنو. طبعا بس لو في دوره متقدمه اكثر من دي شويه كان بيكون اعمق الكلام عنها، لكن الفكره العامه حوريكم ليها هسه. او يستخدم عينه مثلا يقول لك انا عملت بيربوس سامبل او كوت سامبل، كويس؟ حتى عندكم رمله هنا شلت منه كوتا، عندكم سكر هنا شلت منه كوتا كده، دي اسمها كوتا سامبل. هنا النون بارامتريك ستاتستكس دي تنفع مع شنو؟ مع النون بروبابيلتي سامبل. ده يا اخواننا من اشياء مهمه لازم نركز عليها ونفهمها كويس. طيب بعد ما خلاص نحن عملنا جود سامبل ديزاين، لاحظوا معي الستوري ما انتهت، الستوري بتاعتنا ما انتهت. عملنا جود سامبل ديزاين، قللنا الفاريابيليتي بتاعتنا، معناها ان شاء الله وي اكسبت ذات انه المارجن اوف ايرور يكون ات مينيمم اس، بيجي بعد كده بنطلع الاستاتستكس بتاعتنا. صح؟ طلع الاستاتستكس. يلا عندنا نوعين من الاستاتستكس، الاس بي سي اس وبعدين في الاحصائيات حقتنا. باقي لي تقريبا انا 10 دقائق، بخلص ان شاء الله في 10 دقائق. احصائيات بتاعتنا احصائياتنا بيكون فيها نوعين، في احصائيات خاصه بمتغيرات نوعيه، لازم نميز بين الحاجه دي يا اخوانا، واحصائيات خاصه بمتغيرات الكميه. ليه؟ انا قبل ليه ميزت بين الكوانتيتيف والكواليتيف فيريبل؟ عشان بعدين لما نجي اطلع الاستاتستكس حقتي اقدر اعرف استخدم مع الفيريبل حقي ده يا تو ستاتستكس، ومع الفيريبل الثاني ده يا تو ستاتستكس، لان كل واحد عنده ستاتستكس مختلفه. هنشوف هسه شو مع بعض، شوف الاستاتستكس مختلفه كيف. طيب شوف هنا معي، ايوه عندي هنا مثلا لو كان المتغيرات حقتي متغيرات نوعيه، كويس؟ لو كانت متغيرات نوعيه هقوم استخدم نوع معين من الاحصائيات. شوف الاحصائيات دي احصائيات الاستاتستكس طبعا كثيره يا اخوانا، الاستاتستكس دي ما كثيره هي، لكن ال ال اسمه شنو؟
الاستاتيستيك فيها كثيرة طبعاً. طبعاً الناس كلها سامعين بالنسب البروبورشن صح؟ سامعين بالمنوال، سامعين بحاجة اسمها فريكوينسي تيبل، سامعين بحاجة اسمها كروس تابوليشنز، سامعين بحاجة اسمها كاي سكوير، سامعين بحاجة اسمها في السكيل بينس، سامعين بالبار تشارت، بحاجة اسمها باي تشارت، بحاجة اسمها لوجيستيك ريجريشن، بحاجة اسمها سم. دي كلها احصائيات. في الجانب الثاني في المتغيرات الكمية عندنا المين كويس، عندنا المين وعندنا الستاندرد ديفيشن وعندنا الفيريانس وعندنا الرينج وعندنا حاجة اسمها R correlation coefficient وعندنا حاجة اسمها R square وعندنا حاجة اسمها histogram normal curve linear regression scatter plot. طبعا لو أنا المتغير حقي نوعي qualitative من الخطأ بمكان أحسب له المتوسط. الكمبيوتر طبعا ما عنده مشكلة، إيش بس تديه أمر تقول له والله عندي جندر للجندر أحسب له المتوسط للجندر، يحسب هو طلع لك إحصائية لكن meaningless result، يعني الإحصائية دي ما عندها أي معنى لأنك اخترت إحصائية لا تتناسب مع المتغير. وبالتالي إذا أنت عايز تطلع إحصائية هذا meaningful result مفروض مع الجندر تقول لي اعمل لي مثلا شوف لي البروبورشن، يقوم يقول لك والله اذا نسبه الذكور 50% 70% نسبه الاناث 30%. شفت كيف البروبورشن بتناسب مع الكوالتيتيف فيريبل والمين بتناسب مع الكوانتيتيف. اذا انا عندي الويت بتاع الطلاب عايز احسب المين، فهنا بقول له احسب لي المين، يقول لك والله المين ويت مثلا 75 كيلو جرام. لكن لو انا عايز احسب proportion للويت meaningless result، هنا طوالي النتيجه بتاعتك بتطلع لكن ما بتقدر تفسرها. الحته دي مهمه جدا، انا ذكرناها برضو في اختيار الاختبار الاحصائي او الاحصائيه المناسبه اللي بتتناسب مع المتغير. دي مهاره مهمه لازم المحلل الاحصائي يعرف يتعامل معها. فانا لو قلت له احسب لي proportion للويت يطلع لك، ما تقدر تطلع حاجه. نطبق على الحاجات، نجي نجرب الحاجات. طبعا برضو R square يعني ما لا يمكن استخدامه مع المتغيرات النوعية، يستخدم مع المتغيرات الكمية وهكذا. واضحة السلايد دي؟ واضحة مش مهمة شديد؟ ايوه واضحة مهمة يا عمر. طيب هنا بعد كده صوتي واضح الليلة ما تقطع؟ واضح جدا. كويس هاي كويس تمام. عايز اقول لكم الاي بي اس ده فيه حاجات جميله والله، يعني اكتشفناها احنا من خلال التجربه الكثيره. شو حاجات ظريفه وجميله جدا هعرضها لكم بعد شويه. شوفها انه بيعمل لنا حاجه اسمها جي اي اس. لو في زول متخصص معانا هنا في الجي اي اس او عنده فكره عن الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم، فالاي بي اس بيعمل لنا سوشيو ايكونوميك مابينج اناليسيس، يعني بيعمل لنا يجيب لك الديتا والبيانات كويس، طلع لك في خريطه. تخيل دي انواع الخرائط اللي عنده عند الاس بي اس. طبعا في البرشنات الجديده في برضه التطبيق ده موجود، بس انا ما طبقته فيها والله، لكن دي التطبيقات القديمه لما كنت في السودان. جينا البلد دي بنقول ندرس البرنسبلز كلها، برنسبلز ما نسينا اي حاجه. طيب السوشيو ايكونوميك مابينج دي اللي هي مثلا الاس بي اس فيه البار تشارت ماب. شوف يعني طلع لك خريطه زي دي جميله كده، طلع لك حاجه اسمها دوت دنسيتي ماب. يعني ممكن انا اعمل خريطه زي دي للكثافه بتاعت الكثافه بتاعت انتشار كورونا مثلا في السودان في الولايات كيف شكلها. شوف تطلع لك كيف. طبعا الخرائط دي قديمه، انا قديم صح قبل انفصال السودان. طيب هنا برضو عندك مثلا طلع لك حاجه اسمها رينج فاليو ماب، يوريك المستويات بتاع المتغير بتاعك احصائياته شكلها كيف على كل ولايه. الخرائط بسيطه جدا ويعمل الاس بي اس طريقه بسيطه وسهله. يعني هنا برضو مثلا يوريك مثلا الديستريبيوشن بتاع المير والفيميل مثلا على حسب الولايه بتاعتك، عشان تقدر تعمل استراتيجيك بلاننج، تقدر تخطط وتقدر تتخذ قرار وتعالج المشاكل بتاعتك من الخريطه بتاعتك. ممكن اعمل لك خريطه لمنطقه صغيره مثلا ولايه الخرطوم او في حي معين، ممكن اعمل لك خريطه تشوف لك الديستريبيوشن بتاع الفيريبلز. دي كلها ستاتستكس يا اخوان، احنا ناسب الاريا بتاع شنو في الستاتستكس. طبعا بعد كده بيجي انا اختبر الستاتستكس زي ما قلت لكم عشان اتاكد من الدقه بتاعت التقدير ولا ما كده. بعمل تيستنج
والتسجيل طبعا بيستخدم فيه تولز كثير احنا نشوفهم مع بعض. وكل عندي طبعا في النهايه فرضيتين، فرضيه انه اذا كان الايرور بتاعي طبعا البي فاليو دي هنا، البي فاليو هنا بتمثل لنا المارجن اوف ايرور، طبعا شوف التقدم اللي حصل لنا ده، البي فاليو بتمثل المارجن اوف وات اوف ايرور. شوف البي فاليو عباره عن مارجن اوف ايرور، اذا كان البي فاليو اكبر من الفا، الالفا اللي هو شو القيمه الخطا المسموح به في البحوث العلميه 5% مثلا، اذا كان الخطا بتاعك اكبر من الخطا المسموح به في البحوث العلميه انت ما حتقبل الاحصائيه حقتك، صح؟ احصائيتك حتكون غير معتمده لانه الخطا فيها عالي. كويس؟ اللي حتقبل فرضيه العدم، عدم ايش؟ عدم قبول القيمه الاحصائيه يعني. او اذا كان المارجن اوف ايرور بتاعك اقل من او يساوي الفا، انت هنا حتقول والله اتس جود ريزلت، انا بالنسبه لي انا وصلت لنتائج كويسه وكذا، الايرور بتاعي كان قليل، وبالتالي الفاكتورز بتاعتي واضح، تاثيره واضح، تاثير واضح بتاع الفاكتورز بتاعتي في الريسيرش حقي، وبالتالي انا دي النتائج دي ريكومنديشن بتاعتي وهكذا، لانه الايرور هنا صغير. شفت كيف؟ يعني الايرور برضه هو الفاكتور الاساسي بيحدد لك المسار بتاعك حتمشي فيه في النهايه. طيب طبعا حنجي نشوف مع بعض دي الاختبارات الاحصائيه اللي حنمر عليها مع بعض ان شاء الله. حنمر تقريبا حنمر على 3 فقط، بس يعني حمر على 1، 2، و3 عشان الوقت بتاع الدوره بتاعتنا، او ممكن ناخذ 4 معاهم كاي سكوير. في دوره ثانيه متقدمه اكثر من دي بناخذ حاجات ثانيه اعلى من دي، احصائيات ثانيه، تطبيقات اختبارات الفروض اعلى من دي، وفي نفس الوقت يعني تحتاج لوقت قريب من ده 15 ساعه كده، ويكون الدورتين مع بعض يعني. لكن بس نحن لو اخذنا الاختبارات الاساسيه دي كفايه. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها وان سامبل تيست، وان سامبل تي تيست، عندنا حاجه اسمها اندبندنت سامبل تي تيست، وعندنا حاجه اسمها بس لو سمحت يعني عشان تتم الفائده، الشريحه الفائده بتاعت فرضيه العدم وغيرها، لو ادينا اكزامبلز من البحث بتاع المدخنين في الجامعه وكده يكون المعنى بيتقرب لنا اكثر. حاضر حاضر، ممتاز، سؤال ممتاز بجد يعني. طيب يعني مثلا انا مثلا هنا وجدت انه نسبه المدخنين من الطلاب 80%، دي النتيجه بتاعتي. حلو تمام تمام. الخطا المسموح به في البحوث العلميه 5%، صح؟ متفقين معي في حاجه اسمها الفا، حنجي ناخذها بالتفصيل بعدين، حنعرف تحسب كيف وبتجي من وين. في السيشن، في السيشن بعد الجاي، السيشن بتاع بكره ده تطبيق لحاجات اساسيه في الديسكريبتيف ستاتستكس، والسيشن اللي بعد بكره ان شاء الله حنجي نشوف الالفا دي شنو جات من وين، وعندنا ستوري طويله فيها يعني، حنخش نغوص في اعماق حاجات مهمه جدا فهمها مهم. طيب الالفا هنا، بس هنا ده يلتزم بالزمن، الالفا ده الخطا المسموح به في البحث العلمي، صح؟ هو 5%، يقول لك الفا significance level لو سمعت به، الفا 5% 0.05 بلا بلا بلا، صح؟ طيب انا وجدت انه ال البرسنت بتاعت التدخين 80%، لازم يكون عندي بي فاليو لشنو؟ للاستاتستيك اللي انا طلعته يعني، والله ال 80% دي البي فاليو بتاعتها كم؟ واضحه الحته دي مهمه، دي دائما بيكون فيها يعني، والله البي فاليو بتاعتي انا 10%. طيب انا الخطا المسموح به 5%، اذا كانت البي فاليو هنا البي فاليو هاي اكبر من الفا، صح؟ هنا انا بقبل حاجه اسمها بقبل فرضيه العدم، اكسبت تنل هايبوتيت. طيب لما اكبر فرض العدم هنا معناها عدم، يعني شنو؟ يعني ال 80% دي انا بفترضها انها تساوي صفر، وبالتالي اصبحت ال 80% اذا ساوى الصفر معناها الاحصائيه بتاعتي او النتيجه اللي انا تحصلت عليها دي غير مطابقه للواقع. ليه؟ او لا يمكن ان اعممها على الواقع. ليه؟ لانه الايرور عندي عالي، عندي ايرور عالي، ده ما معناها انه دي نتيجه، يعني بمعنى اخر يعني دي ما معناها انه التدخين ما 80%، لا، ممكن يكون عندي سامبلنج ايرور،
كان لي هاي سامبلينج ايرور طلع لي وبالتالي اثر لي على المارجن اوف ايرور، لذلك انا حاقبل هنا فرض العدم. واضح التفسير ده؟ البي كالكوليتد من الداتا صح؟ البي فاليو. البي فاليو ايوه الكمبيوتر بيحسبها. يعني مثلا ما انت ممكن تاخد فرضيه طبعا، بس انا ما اقدر اطول عليكم، خايف اسهر بكم، وامبارح مليت وكده قلت لا نمشي وكده، فانا ما عندي كلام كثير هنا اقوله، لكن انا حاولت اقول الحاجات المهمه. يعني مثلا لو انا بفترض انه البوبوليشن بتاعي القيمه بتاعته 80% تمام كويس، والسامبل دي اللي انا طلعت منها احصائيه معينه، هل تختلف من البوبوليشن ولا لا؟ فلازم هنا اعمل هايبوثيسيس تيستينج، واذا كانت البي هاي معناها الايرور بتاعي هاي، معناها انا ما اقدر اقرر اقول والله فعلا البوبوليشن بتاعي سلوك التضخيم في المجتمع بتاعي ده 80%. الحاله دي حاقبل فرض العدم، العكس صحيح طبعا، والعكس صحيح. عشان كده قبل انا قلت لك لازم اقلل المارجن اوف ايرور بتاعي، عشان لما اصل لنتيجه وانا مقتنع تماما انه النتيجه دي فعلا حقيقيه وبالدليل. الحاله العكس تماما، اذا كانت البي فاليو بتاعتي مثلا 2% يعني 0.02، والفا اصلا هي 0.05 5% دي، فطبعا دي اصغر منها. الحاله دي حنرفض فرض العدم، بمعنى يعني نستطيع ان نقول او يمكن ان نعمم بان معدل التدخين عند الطلاب هو 80%. كويس، ليه؟ لانه الايرور بتاعي طلع قليل مقارنه بالخطا المسموح به في البحث العلمي. دي الفكره بتاعت الاختبارات الاحصائيه، مبنيه على الفكره دي، يعني كانه المارجن اوف ايرور تحول لنا لبي فاليو. وضحت الفكره؟ يعني انا جبال قلت لكم انه المارجن اوف ايرور، انه المارجن اوف ايرور هو او بنقيسه بالستاندرد ايرور، صح؟ قلت لكم كده؟ ايوه. في اكشوالي طبعا شوف، خلونا اكتب هنا، خلونا اكتب هنا، يعني احنا قلنا المارجن اوف ايرور الدي بنقيسه بالستاندرد ايرور، صح؟ طيب بنقيسه بالستاندرد ايرور، طبعا لما نيجي اعمل الاختبار باخد الديفرنس بتاعي، الفرق يعني الديفرنس، سوري باخد الديفرنس هنا الديفرنس حقي على الستاندرد ايرور بالمناسبة. كويس؟ احنا مش قلنا الستاندرد ايرور لا، اللي هو عبارة عن مارجن اوف ايرور. بيجي انا اخدت هنا البي فاليو، يعني هنا مثلا هنا بدل الدي هنا حاخدت البي فاليو. طيب ما هي مش قلنا البي اسمه شنو ديه؟ مش قلنا المارجن اوف ايرور هو بي فاليو؟ ايوه. بدل الدي حاخد البي فاليو. فمعروف هنا كل ما كان الستاندرد ايرور هاي كل ما البي فاليو ماله؟ كانت صغيره قلت. قلت صح؟ طيب دقيقه انا عايز اكتب واحد على البي فاليو اصلا. ليه؟ طيب اوريكم ليه هي واحد على البي فاليو. لانه في حاجه اسمها طبعا في حاجه اسمها التي هنا، في حاجه اسمها التي هنا. طيب التي دي كويس، كل ما قيمتها ارتفعت، يعني التي كل ما قيمتها ارتفعت كل ما البي فاليو ملا قلت. لاحظتوا معي؟ طبعا دي هنجي ناخذها بعدين ليتر اون بالتفصيل. يعني دي بتتناسب، يعني التي هنا بتتناسب عكسيا مع البي فاليو. طيب ناخذها كده قاعده. طيب انا هنا لو الستاندرد ايرور بتاعي كان عالي كويس، معناها التي هنا هتكون قليله، معناها البي فاليو ملا تكون عاليه، لانه في علاقه عكسيه بين التي والبي فاليو. طيب اوكي،
يعني لما كان لما يكون نسان الايرور عالي معناها التي تكون قليلة، معناها البي فاليو هاي، معناها ده حيخليني اصل لانه ما حقدر اقبل النتيجة. ليه؟ لانه الايرور بتاعي عالي هنا، لان قلنا قبل ان ستاندرد ايرور عالي. يعني لاحظ معايا ستاندرد ايرور هاي تي لو. ليه؟ لانه في علاقة عكسية هنا، ستاندرد ايرور ما في المقام هنا، فلما المقام هنا يزيد معناها التي بتقل، معناها البي فاليو ملا بتزيد، لانه هي انفيرس مع شنو؟ مع التي، يعني هي عكس، تمشي عكس التي. طيب طيب اذا كان الستاندرد ايرور هاي معناها البي فاليو هاي، معناها هنا ام جوينج تو اكسبت النال هايبوثيسس. العكس صحيح، اذا كان الستاندرد ايرور لو معناها عندي سمول ايرور، معناها التي بتاعتي بعدين حتكون عاليه هاي، معناها البي فاليو شود بي شنو؟ ليس. حلقى نفسي ومشيت في الفرضيه الثانيه اللي هو الالتيرنت هايبوثيسس، وبالتالي الايرور قليل، لذلك انا قبلت النتيجه. انا لما ارفض فرض العدم معناها قبلت النتيجه بتاعت البحث. وضحت العلاقه دي ولا في سؤال يعني ثاني؟ بناء على الفرضيه اللي هي احنا عندنا تو هايبوثيسز، يعني اللي هي نال والتيرناتيف، مش كده؟ اللي هي انه طيب نحن عايزين نقول شنو؟ انه نحن ما عندنا اس وعندنا بي، صح؟ تمام. طيب وعندنا بي فاليو، تمام. طيب اللي هو انه احنا عايزين نقول انه مثلا اس يساوي بي، اذا كانت البي فاليو less than اللي هي الالفا، في هذه الحاله انه حنقبل يا تو واحده. يعني هي الفرضيه اساسا شنو؟ يعني مثلا انا قلت اصلا بحثي وصل لنتيجه انه 80% من الطلاب مالهم مدخنين. طيب طيب النال هايبوثيسس بتقول لك لا، النال هايبوثيسس 80% دي يا اخوي صفر، هي ما في 80% دي النال هايبوثيسس. خلاص الالتيرناتيف هايبوثيسس بتقول 80% من الطلاب مدخنين، اتس كوركت، تعمل لك كده، ده الالتيرناتيف. خلاص مع عكس الاولى، ما انت لما تقول 80 يساوي صفر معناها اتس نال، ما في ظاهر زي دي، واضح؟ ايوه يعني غير مدخنين 80% منهم، يعني 80% مدخنين النتيجه دي غير مقبوله، نوت ريبريزنتيف يعني. اوكي تمام، واضحه دي الحته دي؟ ان الهايبوثيسس معناها نوت ريبريزنتيف، يعني ما بتقدر تعمم النتيجه دي على البوبوليشن. طيب دي الشكل العام، الشكل العام للاختبارات. طبعا بعدها في تفاصيل ثانيه لانواع الاختبارات، لكن الشكل العام حسب المثال بتاع التدخين، انه والله في النال هايبوثيسس انه 0% في النال هايبوثيسس 0% سموكينج. الالتيرناتيف ايوه، لا لما نقبل فرض العدم أيوة. هل معناها النتيجه ما ريبريزنتيف ولا دائما كده، ولا هي ريبريزنتيف لكن ايوه معناها نسبه التدخين ما هاي؟ كويس كويس كويس. هنا طبعا النال هايبوثيسس ما بتقبل معاك الحلول الوسط، ما عندها لون رمادي. كويس ايوه ايوه، النال هايبوثيسس ات زيرو. شوف حتى كلمه نال دي جايه لانه الفرضيه بتاعتك اصلا هتساوي صفر. كلمة نل دي جاية من انه الفرضية نهايتها في المعادلة بتساوي صفر. كويس؟ اما لو تتكلم عن عن عن, عن النسبية بتاعت هاي اور لو، دي بتنزل لها دائما في الالتيرناتيف. الهاي اور لو في الالتيرناتيف، ان الهايبوثيسيس بتحسم لك هل موجودة الظاهرة دي ولا لا؟ اوكي؟ تمام. طيب الشيء البديهي يا اخوانا، الشيء الطبيعي والبديهي، اذا كانت البي فاليو هاي وكانت هاي يعني اكبر من الفا، الخطا المسموح به هو 5% صح؟ ما 0.05 ده دائما بيكون 0.05 ده خطا مسموح به. اما اذا البي فاليو طبعا اذا كانت اعلى من الخطا المسموح به ديفينتلي انت ما حتقبل النتيجه دي، ما حتقبلها. حتقبل شنو؟ انك تعدمها، بس بكل بساطه يعني تقبل انك تعدم هذه النتيجه وتفترض انها غير موجوده، ريجكت يعني نعمل لها
يتعملها ريجكت. لكن دائما التفسير العلمي او التعبير اكسبريشن دائما statistical scientific expression بيقول لك هنا بيقول لك we are going to accept the null hypothesis. انت صح عملت ريجكت للريزلت لكن الاكسبريشن هو accepting the null hypothesis. ذا رايت فيسا بيحصل لك الحاله دي بتحصل لك وين في في الالتيرناتيف هايبوثيسيس. لكن الفكره وين في انه كله معتمد على الستاندر ايرور, لانه الستاندر ايرور هنا لما يكون هاي في المقام هنا بقلل لك من التي ده عند قيمه الستاندر. حنجي نشوفها في المحافظ سيشن بعد بكره. التي دي هنا بتقوم تصغر كويس, لما تصغر هنا فينت للبي فاليو حتزيد. طبعا انا حاشوف لكم العلاقه بين البي فاليو والتي وحنشرح الحياه دي. لكن انا قصدي لك في النهايه لما انت عملت اكسبت للنل هايبوثيسيس, السبب بتاعك انك انت ما متاكد من شنو, من الاستيميشن حقك بكل بساطه, لانه البي فاليو هاي انت ما ممكن تقبل النتيجه وعندك فيها مارجن اوف ايرور عالي. وده كلام بنقول فيه من جيبين احنا يا دكتور. المارجن اوف ايرور دول طلع فات الناس عمل 5 و5 يعني 5 في او عمل 7%. أيوة. هل ده يعتبر هل ده يعتبر يعني برضو نيل هايبو؟ أيوة. شوف دائما شوف يعني طبعا المسألة دي بحاجة نسبية. طبعا هو شوف actually أنت مفروض تتعامل مع 0.05. حلو 0.05 دي سؤالك كويس. 0.05 دي بيساويها أو أقل منها أنت تقبل نتائجك تعمل representation كويس. تقول والله الاكسبيرمنت تحتي او الانترفينشن بتاعي مؤثر, تقول والله في فاكتورز كانت مؤثر على الظاهر. كل التفسيرات دي تدي نفس المعنى في الالتيرناتيف. هنا في النال هايبوثيس انت بتقول والله القيمه بتاعتي دي حتى لو 0.06 مناسبه, 0.06 is greater than 0.05 I can never there is no evidence for accepting to result. انت ما حتقبل, ما قدرت تقبل نتائجك هنا لانه ما عندك دليل. بالعكس انت دليلك يعني بالعكس هو بالعكس نتيجتك فيها اخطاء عاليه جدا. عشان كده انا كنت اتكلم عن مارجن اوف ايرور. عندك هاي مارجن اوف ايرور خلي البي فاليو دي ترتفع. والسبب شنو؟ الستاندر ايرور. طبعا مش السبب لكن الستاندر ايرور هو المقياس بتاعك. ان شاء الله جاوبت على السؤال. طبعاً نحن الحاجات دي أخواننا بتكون بالنسبة لكم very clear 200 لما نقطع شوط شوية في الكورس. نحن التفاصيل دي كلها هندخل فيها بعدين. طبعاً دي الميرور يعني الكلام اللي شرحته أنا قبل ده كله من امبارح لحد الليلة دي عبارة عن الواجهة بتاعتنا اللي احنا هنمر عليها بالتفصيل. هل تعلم إنه هنجي نمر على الزد القيمة دي شايف دي؟ دي هنتكلم عنها بالتفصيل. وجات من وين حرف الزيت جاء اصلا من وين؟ هل ممكن تعقل تفكر فكره زي دي؟ يعني انا قصدي لك يعني التفاصيل دي كلها حنمر عليها يعني. لما نخلص الصوره كلها حتكون واضحه. دكتور ايوه بالنسبه للستاندرد ديفيشن ده او الستاندرد ايرور ايوه او الستاندرد ديفيشن انت بتقول انه اذا كان كبير كبير من مين مقارنه مع مين يعني؟ مع قيمه الستاندرد ديفيشن ولا الستاندرد ايرور؟ both of them. طيب اوكي كل واحد طبعا بيقيس حاجه كويس. هما الستاندرد ايرور والستاندرد ديفيشن. في برضه في واحد من الزملاء برضه عنده سؤال هنا انا هجاوبك على سؤالك. اسمع سؤاله برضه عشان اديه فرصه. تفضل يا دكتور. ايوه طارق. ايوه انا بس دار ارجع للحته بتاعت الكونستراكشن بتاع الاستاتستيكال هايبوثيسز من الريسيرش هايبوثيسز. يعني مثلا اذا انا البديل بالفرض البديل طيب اذا قلت انه الفرض البديل انه مثلا ميو او بي كويس اللي هي باي بتاعت المجتمع مثلا انها جريتر ذان 70 مثلا او جريتر ذان 80 فرض العدم مش مفروض هو اللي يكون مكمل لها اللي هو معناها ليس ذان اور ايكوال تو 80. يعني اذا انا قبلت فرض العدم معناها قبلت انه is not high اللي هو هي اقل من او يساوي 80. لكن اذا مثلا البي فاليو جاءت اقل من الالفا
طيب. انا في الحاله دي اقبل الالترناتيف وطوالي اخلص لانه نسبه التدخين هاي. طيب كويس. طيب انا اذا قدرت افهمك يعني اكون انا، لكن باين لي انا يعني طيب انا 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 يلا عشان اوضح لك سؤالي اكثر، انا بديت دار احول الفرضيه بتاعت البحث القبيل لفرضيه احصائيه. كلام جميل. فقمت بديت ب اتش اي اللي هو الفرض البديل بتاعي. قلت انه النسبه اكبر من 70%. طيب او اكبر من 80% خلينا نقول. دي معناه هنا انا كده قلت انه هاي ده الفرض. طيب. بتاع البحث بتاعي الاساسي ده الفرض البديل. انت طيب فرض انت. العدم يقوم يكمل لي الفرض البديل. طيب طالما ده جريتر ذان 80 عشان تعتبر هاي، هقوم هناك اقول انه النسبه اقل من او يساوي 80. فانا اذا قبلت فرض العدم انا قبلت انه النسبه اقل من يساوي 80، وبالتالي رفضت الفرضيه تحت البحث الاساسيه، وحاخلص لانه نسبه التدخين في الجامعات مثلا is not high. طيب الطريقه لكن الميثودولوجي الصحيحه يا طارق هاي. الطريقه الصحيحه العلميه متفق عليها، والله كلامك منطقي يعني، لكن الطريقه العلميه المتفق عليها في كل الابحاث انه قرارك دائما بيكون مبني او موجه لفرضيه العدم. تمام كويس. قرارك انت أيوة. اتخاذ القرار او بناءك للفرضيه نفسها، بناء الفرضيه نفسه بيكون مبني على فرضيه العدم. يعني انت الفرضيه البديله دي بتلجأ لها متين؟ لما تعمل ريجكشن للنل هايبوثيسس. بمعنى يعني انت لما تصمم الفرضيه حقتك تصممها على النل هايبوثيسس، ما تصممها على الالترناتيف. ليه؟ اوريك ليه المنطق في كده شنو؟ المنطق في كده انك انت كباحث ما المفروض تكون متحيز لشنو؟ للالترناتيف، لانه دائما الالترناتيف بتكون عباره عن نتيجه جديده. كويس؟ والالترناتيف انت ما بتلجا لها الا لما تثبت فعلا تجربتك نجحت او اكتشفت عوامل مؤثره في ظاهره معينه. تمام؟ فدائما الميثودولوجي بتاعتنا الصحيحه انه قرارك بيكون مبني او متخذ في النل هايبوثيسس. والفرضيه حقتك تحت البحث بتكون مبنيه على النل هايبوثيسس وليست الالترناتيف. الحته دي مهمه شديده يا طارق. لازم بس بعدين يا دكتور يا ريت يعني تشرح لنا اكثر الحته بتاعت انه كيف نحول الفرضيه بتاعت البحث لفرضيه احصائيه. لكن انا زمان بشتغل صراحه يمكن اكون شغال غلط، لكن دائما باخذ فرض البديل الاول هو انه ده الاساس وبمشي على فرض العدم. فاذا يعني طبعا هو انت مفروض تكون ما تكون متحيز للفرض البديل، تكون انت متجه للفرض العدمي. ليه؟ عارف حتى في منطق ثاني الفرض العدمي ده عارف تديه probability كم؟ تديه 95% confidence. والالترناتيف هايبوثيسس بياخد 5%. وبالتالي المفروض انت تبني فرضيتك على الفرض العدمي وقرارك يكون على الفرض العدمي، وبعد كده نتائجك تكون على الفرض البديل بالطريقه العلميه الصحيحه. عشان كده دائما انت مفروض تكتب في البحوث بتاعتك النل هايبوثيسس، وممكن تكتب الالترناتيف هايبوثيسس. لذلك انت بتكتب النل هايبوثيسس مع الالترناتيف هايبوثيسس، لكن تكتب النل هايبوثيسس اول. وقرارك انت اكسبت اور ريجكت، بتقول اكسبت اور ريجكت، ما بتقول اكسبت اور ريجكت الالترناتيف هايبوثيسس. دائما القرار بيكون اكسبت اور ريجكت ذا نل هايبوثيسس. كويس. ودائما بتلقاه بشوفه في البيبرز تلقاه يقول لك there is no evidence for rejecting the alternative there is no evidence for accepting the null hypothesis or there is no evidence for rejecting the null hypothesis. ما بقول لك alternative hypothesis، فالقرار دائما بيكون في النل hypothesis. وحتى كلامك ده انت اللي قلته ده، الطريقه بتاعتك دي المفروض لو اتساقت بطريقه صحيحه قرارك برضو بيكون ماشي باتجاه صحيح، ما في مشكله. ممكن تتعامل كده، ممكن تتعامل بالطريقه اللي انت ذكرتها دي، وتجي تقارن بين البي فاليو والالفا بس.
لقيت البي فاليو بتاعتك هاي اكسبت ذا نل هايبوثيسيس، جيت البي فاليو لو ريجكت ذا نل هايبوثيسيس. كده يعني دي الطريقه يعني الصحيحه العلميه يعني. طيب في مداخله ثانيه وسؤال؟ ان شاء الله طارق يكون جاوبت على سؤالك يعني. ممكن طبعا احنا حنجي نطبق على الحاجات دي لترون، لكن شنو انا ذلك بالوضح اكثر. شوف لك اسيب اي بيبر تخش في النت كده شوف، خد شوف الهايبوثيسيس بتاعتهم باللغه الانجليزيه بالذات البحوث الانجليزيه يعني. شوف الهايبوثيسيس دائما بتكون القرار الصيغه بتاعت الانتربريتيشن على الانتربريتيشن على الاكسبتنس والريجكشن للنال هايبوثيسيس، ولا بتكون في الالترناتيف. انت بتكون قرارك في النال، بعد كده بتفسر تفسيرك لما يجي التفسير في الالترناتيف. طيب لو سمحت لي يا دكتور رضا، بس دار اقول نقطه بسيطه للاخ طارق في حته الفرض البديل والعدم دي. نحن دائما بنقول بجمله بسيطه انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فدي بالنسبه لفرض العدم، عشان كده انا ببنيه على انه ما في اتهام اصلا ما لم ادين اولا. ضبط كده يعني، لانك انت بتكون انت كقاضي مثلا في بحثك بتكون ما متحيز للالترناتيف للاتهام، بتكون متحيز لشنو؟ للبراءه. ولذلك المتهم ده بتديه 95% مناسبه دي بعدين في الـ في الـ في الـ في الهايبوثيسيس تيستنج خلينا نشوف ده النال هايبوثيسيس بنديه 95%. تخيل انت ليه النتائج بتكون بتاعتك فايندينجز وتكون نتائج مدهشه وبتفرح للنتائج بتاعتك وتكون ده بحث ووصلت للنتائج ليه؟ لانك خطيت 5% احتمال لدقه نتائجك كويس وقبلت ال 5%. شوف الكلام ده كيف. اما لو قبلت 95% ما في مشكله، يعني لو قبلت النال هايبوثيسيس ما في مشكله، انت ما عندك دليل لاثبات وجود الظاهره، ما عندك دليل خلاص كده، انت بقيت اصلا كده هنا ما عندك دليل. ها؟ اما لما جيت هنا في الالترناتيف هايبوثيسيس معناها انت عندك دليل اثبات هذه الظاهره برغم اني خدت 5%. لا عارف روحك منهم؟ خلاص؟ واضح يا شباب؟ حق مريم؟ شيرين ملاحظتك ممتازه والله. حق مريم دكتور؟ حق مريم ايوه. ما جاوبتني على اول شيء، ارسلت لك ملف هنا بس عايز اعرف حته انه الستاندرد ديفيشن القيمه حقته انت بتقول انه هاي. ايوه ايوه لو يعني بناء على ايش؟ صح صح. الملف اللي انا رسلته ده فيه مثلا فيه زي 3 مودلز كده، كل واحد محسوب محسوب الستاندرد ديفيشن. المودلز الجديده دي اللي هي اللي في الاخر دي الستاندرد ديفيشن انا شايفه انه يعني اعلى من الاولى. طيب طيب انا اجاوب لك على سؤالك الاول. ايوه فعلا سؤالك مهم والله عشان الناس يستفيدوا برضه منه. انت قلت لي احنا لا عشان معلش انا بس لو يعني الحصه لانه عندي ارتباط ممكن امشي ما حيفوتنا حاجه جديده صح؟ بس شرح ساي والله في حاجات بسيطه كده بس تقريبا ما في حاجه. ايه ما في حاجه ممكن تمشي بها. معلش خلاص دكتور الله يخليك جزاك انا بقدك بس انا يلا يلا يخليك دكتور. ضياء ضياء مش ضياء عبد الله؟ ضياء البطل الله يخليك انت. احنا زملاء في نيكست جن في الهيلث لاب برضه. يلا ما شاء الله ما شاء الله ضياء الله يخليك شرفنا والله كثير يا اخي. الله يخليك الله يسلمك الله يسلمك. اجاوب لكم على السؤال بتاع الشباب معي؟ ايوه معاك. اجاوب لكم بمناسبه السؤال سالته ابتهال مش كده؟ امتثال سالت سؤال والله ممتاز، قالت لي الفرق بين الستاندر ايرور والستاندر ديفيشن شنو؟ طيب الستاندر ايرور اللي هو طبعا بمناسبه الخريطه الجينيه بتاعتهم واحده، هما الاثنين بيقيسوا ديفيشن. يعني مثلا لاحظ معي بس ما حطول عليكم يا اخوان، ادوني بس 10 دقائق او 5 دقائق. انا عندي يونس طبعا، بيكون عندي مثلا يونس دي يونس كويس
اليونتس دي ممكن يكون طلاب، ممكن تكون بيشنت، ممكن يكونوا مرضى، ممكن يكونوا اي شيء. بس دي يونتس تحتي. الديفيشن، الديفيشن بين كل يونت والثانيه، ديفيشن بين كل يونت والثانيه بقيسه بشنو؟ بالستاندرد ديفيشن. طيب الديفيشن يعني الفرق بين كل قيمه والثانيه، مثلا ده عمره كم؟ ده 5. ده عمره كم؟ طفل مثلا عمره 5، ده عمره طفل عمره 2، ده طفل عمره 7 سنوات، ده طفل عمره 10 سنوات. الديفيشن بين الفاليوز دي بقيسه بشنو؟ ستاندرد ديفيشن. حلو؟ اوكي. طيب الستاندرد ايرور وين هنا؟ طيب لما انا اقوم اجيب المين اوف ايج، لاحظ معي، لما اجيب المين اوف ايج، اتكلم انا عن اعمار الاطفال دي، لو جبت المين اوف ايج طلع لي مثلا 10 سنوات، تمام؟ ايوه. الستاندرد ايرور هنا بيقيس لي الديفيشن، لاحظ معي، الديفيشن المتوقعة بين كل مين والمين الآخر. بمعنى يعني مثلا امتثال، امتثال صح؟ نعم. امتثال قامت أخذت عينة من البيشن ديل وطلعت المين تحت الأطفال دي، هيطلع لها المين 8. وجه هنا طارق مثلا أخذ عينة 4 من هنا طلع لي المين 11، وانا طلعت المين للمجموعه دي 10. لاحظ ده مين وده مين وده مين، الديفيشن في المينز دي ده الستاندر ايرور. الديفيشن في الستاتستكس دي 3 اكسبيرمنتس الان صح؟ هاي 3 ممكن يكون انفينيتي طبعا، واصلا الستاندر ايرور، الستاندر ايرور يقيس فور انفينيتي شنو؟ مينز، الديفيشن between the statistics أو infinity statistics. possible statistics طبعا يعني مثلا ما يتكرروا، لكن infinity خلاص. يعني مثلا أنا جيت هنا، جيت طلعت هنا المين بتاعي مثلا عينة بتاعتي كانت 4، طلعت المين طلع لي 10، انت أخذت عينة من ديل طلع لي 8، جيت طالب طلع 11. يعني يعني في النهاية الديفيشن between the statistics دي، المين ده ما statistic طبعا، نعم، الديفيشن في الستاتستكس ده الستاندرد ايرور بيجيسه ده. اما الفاليوز ابسولوتلي، الفاليوز نفسها ما في ستاتستك هنا، الفاليوز ذات الاعمار نفسها الديفيشن فيها هو ده الستاندرد ديفيشن. طيب طيب وده الفرق بيناتهم هما الاثنين. عشان كده الستاندرد ايرور بيستخدم لقياس الفاريابيليتي في الستاتستكس، بينما الستاندرد ديفيشن يستخدم لقياس variability within شنو؟ values. standard error measure the variability within statistics. standard deviation measure the variability within values. طيب هنا الاستخدام تاع standard error، لو جاك الستاندرد error high، يعني لو جاك الستاندرد error عالي جدا، معناه انت ما ممكن تعتمد على واحدة من الاحصائيات دي، ولا واحدة ما فيهم معتمد. إذا جاء عالي كيف يعني؟ أيوة لو جاء يعني، أيوة جاء عالي كيف؟ طبعا هي حاجة نسبية، يعني مثلا هنا أنا بقارنه بالستاندرد ايرور، هنا بقارنه بشنو؟ بقيمة مسموح بها أو بمساحة مسموح بها في الخطأ. وبالتالي لو كان أعلى منها أنا ما حقبل إحصائيتي. المنطق بسيط، إذا مثلا أنا جاني هاي ما بقدر أقول أجزم إنه والله متوسط أعمار أطفال دي 10. ما عندك ايفيدنس. وين الايفيدنس تاعك؟ الايفيدنس تاعك انه عندك هاي ايرور، هاي ايرور في الستاتستكس، تمام؟ ده بالنسبه لاستخدام الستاندرد ايرور، عشان الستاندرد ايرور بستخدمه انا في عمليه الريبريزنتيشن، عشان اقدر اعمم النتائج حقتي، اقدر احدد انا الفاكتورز بتاعتي مؤثره ولا لا. كل الحاجات دي بحددها للستاندرد ايرور. الستاندرد ديفيشن بيقيس لك هنا حاجة ثانية ما عندها علاقة بالستاندرد، لكن الجينات واحدة، يعني هو برضه بيعمل variation في أو measurement للvariations، لكن هنا بيقيس لك الvariation في الvalues، يعني أعمار الأطفال دي متباينة مرتفعة منخفضة. أنت قلت لي كيف أعرفها منخفضة مرتفعة؟ يعني مثلا أطفال دي الأطفال كويس،
والله مثلا الطفل الاول ده عمره 5 سنوات كويس، والطفل هنا ده في واحد هنا عمره 14 سنة وفي واحد هنا عمره 16 سنة، هنا في فاريشن عالي جدا. اتوقع انه الستاندرد ديفيشن يكون هاي، يعني مثلا لقيت انه الستاندرد ديفيشن في الاعمار دي 7 سنوات او 9 سنوات. 9 سنوات ده فرق بين طفل وطفل بمرحلة ومرحلة، الستاندرد ديفيشن هنا هاي. يعني مثلا مسألة لوجيكالي كده او سبجكتيفلي تقدر تحديدها بالطريقة دي، يعني وضحت الفكرة دي؟ أوكي. طيب بالنسبة للمثال بتاعنا بتاع القصبة بتاعت الجوار، مثلا المثال بتاعنا انا قبل لما جينا قلنا عملوا الاختبار لقوا انه والله في طول القصبة الستاندرد ديفيشن 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر دي عالية جدا للسكين بتاعت المسافة عالية. تكنيكالي انت معناها محتاج تلقى عندك قصبة عمرها طولها 5 سنتي وفي قصبة تانية طولها 10 سنتي او 15 سنتي، فهنا الستاندرد ديفيشن عالي تكنيكالي بتقدر تحدد، صح؟ وضحت؟ اديك مثال ثاني، مثلا انت جبت طلاب خطيت الطلاب جبت الدرجات بتاعتهم في ماده معينه درجاتهم من 100 صح؟ ايوه. لقيت الستاندرد ديفيشن عندك 20 درجه، ايه رايك؟ هاي ولا لو؟ very هاي يعني هاي بدك حاجه نسبيه مقارنه بتقارنها مع 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 السبجكت نفسه او الموضوع نفسه اللي انت بتحللي فيه او البيانات اللي بتحللي فيها، وبالتالي هو بيقيس لك يعني الفاريشن في المتوسط. هنطبق يا اخوان لما نيجي نطبق في الديسكريبتيف هنعمل انتربريتيشن، هنحلل الحاجات دي مع بعض، نعمل انتربريتيشن في التفسير النتائج في الديسكريبتيف ستاتستيك بكره يتكلم على ستاندرد ايرور ستاندرد ديفيشن. طيب امشي خطوه عشان اخلص إيه، ولا انتم مشيتوا؟ والله ما شاء الله لسه حضور في قاعدين. انا معاك يا دكتور. السلام عليك موجوده. السلام عليك يا طارق يا اخي، شكرا لك. شكرا لك كله. انا هسه مفهوم بتاع الستاندرد مدوق عليه شكله بشكل كويس ذات من شرحه. ممتاز ممتاز والله. وبكره ان شاء الله في الديسكريبتيف لما نيجي نطلع الاحصائيات كده قدامنا نشوفها كويس برضو حنفسر النتائج. ايوه جاي خلاص كويس. طيب هنا عندك مثلا ال دي نوع الاختبارات حنمر عليها طبعا، ده اسمه وين سامبل تي تيست، حنجي نفسر الحاجات دي كلها ان شاء الله. ايوه جاي كويس. طيب تقريبا باقي بس الجانب التطبيقي اللي هو كيف انا اطبق النتائج بتاعتي وادخلها على الاس بي سيس، ادخل البيانات بطريقه صحيحه واعمل انتربريتيشن. ده حنشوفه بكره ان شاء الله، كيف الكلام ده حنشوفه بكره فينا، كيف انت بتعرف المتغيرات بتدخل البيانات وتطلع النتائج الاحصائيه حقتك وتعمل انتربريتيشن عليها. يعطيك العافيه. عافيكم. طيب هنا طبعا نمر بسريع على الخطوات الاساسيه للتحليل الاحصائي بالاضافه للدائره حقتنا اللي تكلمنا عنها. الخطوات الاساسيه اللي هي طبعا بتبدا بالداتا، بتصنف الفاريبلز، تعمل استيميشن بروسيس، تطلع الستاتستكس، تعمل تيستينج، في الاخر بتعمل اناليسيس اند ريبريزنتيشن. كله مبني تحت قاعده وفكره انا عجبني التعبير ده جدا، لقيته في مرجع بدري زمان ما تتعلمون 200 يعني. The final result in statistics, the final result is not just a number, it's a complete picture for what the data are trying to tell us about an actual problem. يعني الاحصائيه اللي انت بتطلعها دي في الانتربريتيشن لازم تفسيرها تفسير تعمل منها صورة متكاملة عشان تشوق الناس في البحث بتاعك وتكون النتائج بتاعت البحث مشوقة يعني. طيب بس عندي هنا سؤال سريع كده ومفروض ما وقته مناسب لكن حامش اني مضطر اعمله، اللي هو انا قلت هنا trying، شوف لاحظ معي قلت هنا the data are trying، بس اخر سؤال لكم ليه قلت trying ما قلت the data are tell us about an actual problem؟ ليه قلت trying؟ Why do we say prime? Not yet confirmed. لأنه estimation يا إخواني. Excellent. يعني بس أقول لك غير مع الاستيميشن. من الpopulation مالك. أنت حتى في الريسيرش حتى لما تعمل ريسيرش أنت are trying to tell us about an actual problem صح؟ حتى الريسيرش بتاعك أنت بتقول يا إخوان أنا بحاول أو بفكر اوجد حل لمشكله او اكتشف مشكله معينه، كله عمليه بتاعت تراينج لانه غايم على الاستيميشن.
وقول له ده 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 اللي خلي الناس شنو تعمل بحث علمي واسمه ريسيرش ليه؟ يكون دول بيجي يعمل بحث فوق بحث اخوه وياخذ من نتائجه ويبني عليه وهكذا ويتطور البحث العلمي بالطريقه دي. ده اللي ادى في النهايه للتطور العلمي الحاصل كله، لانه كل الناس مقتنعه انه العمليه دي مبنيه على التراين، وده الدفع اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الارض. جعل الدفع ده ليه؟ لانه العمليه دي كلها مبنيه على الاستيميشن. كويس، عشان كده قبل انا قلت لك ده خطا رباني، ما قصدي خطا رباني، لكن خطا موجود في عمليه تحت الاستيميشن بيخلي الانسان يبدا يبحث عن الحقيقه دائما. ايوه طبيعي يعني. ايوه خطا طبيعي، وبالتالي احنا نبحث عن الحقيقه، وبحث عن الحقيقه ده هو الدفع نفسه، حركه الانسان وعمليه البحث العلمي كلها مبنيه على الاستيميشن. لو سمحت يا دكتور، يعني العباره اللي قلتها الجميله دي، يعني ممكن الخصها في انه اخر مرحله من مراحل يعني العمليه ذاتها اللي هي الاناليسيس دي مهمه جدا جدا، اللي هي ممكن تحول الموضوع كله من ارقام يعني بالتحليل السليم لحل مشكله او يعني عرض بالضبط كده صح. انا من الرقم بقوم بحكي الصوره متكامله، الصوره المتكامله اللي قدامي تكون ظاهره، بقدر اعرف الصوره دي عناصرها مكونه منها شنو، تفاصيلها شنو، وبالتالي اقدر كيف انا اغير الصوره دي. بس الفكره كده فعلا، هو ده البحث العلمي اصلا. يعني انت بتبحث عن مشكله معينه وتحاول توجد حل للمشكله. طبعا بكره هنجي نمر ادي الفيشر بتاعت الاس بي سي اس دي، الانترفيس بتاعه دي، الاختبارات الاحصائيه الموجوده فيه، وحنمر عليها ان شاء الله مع بعض كده. انا بكون خلاص خلصت، وشكرا جزيلا جدا على مشاركتكم، وان شاء الله بكره نتلاقى وندخل في الجانب التطبيقي ان شاء الله. تاكدوا من البرنامج بتاعكم بتاع الاس بي سي اس نزل عندكم. دكتور بس لو ارسلت لنا السلايد قبل ما تبدا المحاضره عشان نقدر نطبعها. السلايد انا اي سلايد بخلصها بعملها طوالي بي دي اف وبرسلها لكم في الجروب. انا قصدي قبل ما تبدا المحاضره عشان نقدر. والله انا طبعا كلامك صح ابتسام، على العلم جميل. لكن انا بحب شكرا. دائما طريقتي في البرزنتيشن بتاعت التريننج دي بستخدم الباور، كويس الباور يعني الباور بوينت نفسها. يعني انا بكون خاف المعلومه منك عشان ايه؟ لما انت تعرفها تتعزز عندك في ذهنك، يعني تكون راكز اكثر. انا ممكن صح اديكم السلايد عادي واجي بعد كده نتناقش، لكن انا بفضل ان اديكم السلايد بعد ما اخلص. تعتمد على ها ايوه افضل ذاته عشان نقدر نعمل برين ستورمينج بالضبط كده. السلايد تكون مخيه بالضبط كده صح. يعني لكن ان شاء الله بعد كل ما اخلص سيشن زي ده كده خلصنا منه السلايد ده، طوالي بجهزه لكم برسله لكم، برسل لكم معاه برضه مراجع ومعلومات ثانيه اضافيه وكل حاجه ان شاء الله. ما قصرت والله يا دكتور، بارك الله فيك يا دكتور. طيب جزاك الله خير، يديك العافيه. الله يخليك، ربنا ينفع بك يا دكتور ان شاء الله. تشكرك كثير، جزاك كل خير. شكرا جزيلا، شكرا على وقتك يا دكتور، يبارك فيك والصحه والعافيه ان شاء الله. جزاك الله خير، شكرا انتم على مشاركتكم كمان. يعني حتاخذ حضوري يا دكتور انور؟ والله هو في زول واحد زايد بس بنعرفه. لا يعني حتاخذ منه الحضور ولا لا؟ لا 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 خلاص بعد كده من الليله دي بس يا هو الناس حترسل لهم الايميلات. انا معلش جيت متاخر معلش يا دكتور انور. عندنا زميلتنا هو إيد الوسيلة دي كانت أمس معانا واليوم ما قدرت تدخل، وهي اللي عرفتنا بالبرنامج إحنا جامعة الملك فيصل. أي مين؟ فأتمنى إنه تدخلها يعني. إذا ما في مشكلة نتكلم في الجروب تاع بس. والعافية. نعم. هنا إذا الآن بس مسجل والفيسبوك هناك نتكلم في الجروب تاع. طيب. شكرا مع السلامة.